تحياتنا لكل عم بيتابعونا على شاشة الالبي سي. اليوم يوم مش عادي، حتى ليلة مبارح كانت ليلة مش عادية ابدا. تحياتنا لكل اهلنا بالدول العربية لاعلان دبي بالفوز لاستقبال وتنظيم معرض اكسبو 2020 الدولي. بالفعل هيدا فخر كتير كبير لكل اهلنا بالدول العربية، وتحياتنا كتير كبيرة خاصة لكل عم بيتابعونا بدبي تحديدا، اللي كانت بامس يعني بليلة امس كانت عم تحتفل، وهيك فرقت بايام قليلة من تواجدنا بدبي. يا ريت كنا هونيك واحتفلنا مع كل اهلنا. اكيد احتفلتوا مرتين. مرة جديدة. بونسوار لكل المشاهدين. مثل ما ذكرت ساشا، يعني هيدا فخر مش بس لدبي، هيدا فخر لكل الدول العربية. خلينا هلا نشوف كيف احتفلت دبي بعد اعلان فوزها. هذا كان مشهد برج خليفة فور إعلان نبأ فوز دبي بمعرض 2020. دبي خطفت النتيجة من إكاترينبرغ في روسيا، ساو باولو في البرازيل، وإزمير في تركيا. صرحت ريم الهاشمي أن دبي مدينة تستطيع استقبال العالم، ووعدت أنها ستكون تجربة لا تنسى. يجدر الذكر أن إكسبو 2020 ستشكل دفعاً لمدينة دبي يساوي 23 مليار دولار، قد تتوزع على مختلف القطاعات. مبروك لدبي التي هي أول مدينة عربية تخطف الاختيار، بعد أن كانت شانغهاي سابقاً وميلانو هي القادمة في 2015. بالفعل تستحق دبي استقبال وتنظيم معرض اكسبو 2020 الدولي، وهيدا فخر كتير كبير لنا حقيقه. نحن اكيد اليوم حلقتنا مميزه مليئه بالفقرات المتنوعه وحتى المواضيع، هيك منواكب كل النشاطات اللي عم بتصير ببيروت وايضا بالدول العربيه. بدي ارحب مره جديده بجويس. مصار ساشا، وانا كمان بدي ارجع ارحب فيكي بحلقتنا لليوم. رح نشوف ازياء هاس ادريس اللي رح تزيلنا حلقتنا بعروض ازياء مباشره من سيتي سنتر، كما ايضا المهندسه الداخليه جمانه بدور رح ترجع بلمسات لغرف التينيجرز. اكيد جويس، قبل ما نشوف بلمحه سريعه شو عندنا من فقرات لحلقتنا لليوم، بالبدايه مع صوره اليوم خلينا نشوفها نحن وياكم على الشاشه. صوره اليوم اللي بنشوف من خلالها الاعلان الرسمي للليدي غاغا اللي رح تصير وجه فيرساتشي الجديد لربيع وصيف 2014-2015. شو رأيك ساشا؟ يعني أنا لقيتها فكرة غريبة كتير كليدي غاغا، مش ستيلها أبدا، بس حلو الستايل تبعها. أنا حبيت بتشوف قدر بتنوع، قدر فيها تلفت النظر. صح، أنا معك. خلينا هلا نشوف باللمحة. يلا باللمحة السريعة شو عندنا من فقرات لحلقتنا لليوم. اليوم في ببيروت، هندسة الديكور من أوسع أبوابها مع جمانة بدور، ارتزانا سالم كامل، نفحة من الحضارة والتقاليد والحداثة، لميا إليان وأحدث مجموعاتها من الحقائب، أشهى الحلويات من ميليسا زخيا، سيفين صمدي وعين الموضة على الأمريكان ميوزيك أوردز، وغيرها من الفقرات والضيوف والتقارير العالمية، فابقوا معنا. هنا فقراتنا لحلقتنا لليوم. نبتدي بأول فقرة وموضوع بهم كل السيدات، وهي الهالات السوداء حول العيون، وبتعرفوا كتير العلاجات والكريمات، ولكن عم نسمع من كتير سيدات ما عم بيلاقوا نتيجة. خلينا نترك هالموضوع والتفسير أكتر للطبيب المختص بالجراحة التجميلية دكتور نادر صعب ليفيدنا أكتر بالتفاصيل والمعلومات الطبية حول هالموضوع. أهلا وسهلا فيك دكتور صعب. موجورين، كيفك؟ تمام الحمد لله، تفضل دكتور. موضوع عن جد دايما هيك بنحكي عنه، اذا بدك بنسمع كثير سيدات انه ما عم بيلاقوا نتيجه على الكريمات او على العلاجات، بس تحديدا هل بتاثر نوع البشره على ظهور هالهالات السوداء عليها حوالي العيون؟ اكيد الهالات السوداء هي مشكله كثير كبيره بيعانوا منها كثير من الناس اللي عندهم مشاكل وراثيه بالاساس، ونوعيه البشره اكيد بتزيد هالاشياء. في عوامل كتير بتأثر كمان سلبا عليهم، أكان الإرهاق، التعب، قلة النوم، التدخين، التعرض للضوء مثل اللي بيقعد كتير على السكرين على الكمبيوتر، كل هالشي بيأثر سلبا
على ظهور الهالات السوداء واضحة حوالى العينين. دكتور مثل ما قلت نوعية البشرة كتير بتأثر، عن أي نوع ممكن يكون معرض للهالات السوداء أكثر من غيره؟ البشرة السمراء هي كتير معرضة، لأنه نحن بنوعيتنا بيكون في عنا ميلانين مرتفع أكثر من البشرة الشقراء، وبالتالي هون القليل ما منلاقي الشقر عندهم هالات سوداء مقارنة مع البيض. نسبة الميلانين بترتفع أكثر، والمشكلة إذا كان العلاج خاطئ معقول يأثر سلبا ويخلي هالهالات السوداء تزداد أكثر وأكثر حول العينين. هيك بشكل سريع ومختصر قبل ما نغوص بموضوعنا دكتور صعب، أنت شو رأيك بالنسبة للكريمات اللي عم نشوفها بالأسواق واللي عم تباع بكثرة، أو حتى التقنيات الجديدة والحديثة؟ أكيد العلاجات للهالات السوداء هي متعددة ومختلفة، لكن ما فينا ننكر ونقول في علاجات بتقدر تقضي 100% على الهالات السوداء، لكن أقلها تخفف منها نسبة 50-60-70%. منبلش نحن الكريمات لازم نستعملها باستعمال يومي. اليوم نحن بنحكي عن كريمات في بقلبها خلية جذعية، يلي هي أكتر شيء مقربة من تكوينة الخلية يلي هي بقلب البشرة الإنسان. هون كتير بتساعد على تفتيح اللون، إضافة إلى حقن مواد جنب العين، لأنه إذا كان ما في من هنالك خطوط الكوكايين يلي هن كناية عن حفر جنب العين بيخلوا هاللون القاتم يزداد سويدا، وبالتالي هون منلاقي صار في كتير تأثير سلبي. هون منلجأ إلى حقن المواد لتحسين وضعية هالتجوف جنب العين، وبخفف كمان من ظهور الهالات السوداء. والعلاج الثالث والأهم كمان هو حقن الكربوكسي ثيرابي، مثل ما حنشوف هو كناية عن حقن ثاني أكسيد الكربون، يلي هو بيقدر وقت ما ينحقن جنب العين بيجذب الأكسجين على المنطقة وبتصير مغذية أكثر بالأكسجين كمان، وبتخفف من اللون القاتم ومن الهالات السوداء جنب العين. دكتور قبل ما هيك نغوص إذا بدك أكثر بالعلاجات اللي ذكرتون، خلينا ننتقل لعند جويس لنشوف كمان رأي السيدات أو رجال، ما بعرف إذا في أسباب معينة بتخلي ظهور وبتكتر خلينا نقول هالهالات السوداء حديتها. لألك جويس. ساشا مزبوط معي هلا سيدة إلى جانبي. بونسوار. كيفك مدام؟ شو اسمك؟ منى لما. تشرفنا منى. منى أنت سيدة وأكيد بتعرفي، أكيد رح تعرفي تجاوبيني على سؤالي. يعني السيدة التعب والسهر قد إيه بيأثروا على جمال المرأة؟ أكيد التعب والسهر كتير بيأثروا على جمال المرأة، لأنه الوحدة وقتها تكبر بالعمر وكل يوم بتسهر وما بتاكل منيح، ما بتتغذى وبتروح على البحر وما بتنام بكير وما بتحط كريمات لوجهها، ما بتحافظ، أهم شيء ما تقعد كتير بالشمس، والنوم بكير بيساعدها كتير بالمستقبل، لأنه إذا بتضلك اليوم تسهر عيونها تحت عيونها بيتعبوا، وجهها بيعبي. مثلا أنا عندي 3 بنات واثنين مجوزين وبعد وحدة بالجامعة، اوكي، وبعدني حافظي على بشرتي وتجوزت عمري 19 سنه، وبعدني محافظه على حالي، يعني بنام وبشرب مي كل يوم كل يوم كل يوم سبور. انا لي 20 سنه بمشي وبعمل سبور، وسبور بحسن الوجه، بيعطي كتير اكله. بسم الله عليك يا مدام، جاوبتيني على مليون سؤال. اكيد ما انا لانه حياتي كلها سبور. برافو عليكي. طب انا وياك سبور يعني كمان. أهلا وسهلا فيك. أنا وياك والمشاهدين رح نشوف جوابها على هذا السؤال أكيد مع ساشا والدكتور نادر صعب. دكتور الإرهاق والتعب أكيد بيأثروا كتير على الهالات السوداء وظهورها على البشرة، بس مثل ما جاوبت السيدة بتشرب كتير مي ونمط حياتها صحي ورياضي كمان، لأنه رياضية بامتياز مثل ما ذكرت. شو أكيد أكيد برجع بقول أنا العوامل الوراثية هي اللي بتلعب دور كتير رئيسي. الرياضة بتساعد لكن ما بتخفف من الإرهاق والتعب، يعني في عنا عدة فاكتورز بيلعبوا دور. لازم الإنسان يكون سليم، ومع هيدا وكله بخف اللون القاتم لكن ما بيختفي نهائيا إذا ما في هنالك من عوامل وراثية. هون أنا بنصحها أنه تلجأ إلى العلاج الثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى
حقن مادة الجلو ليفت تحت العين يلي هي بتجدد خلايا البشرة وبتقدر تخفف من هالكثافة الميلانين يلي موجودة بالجفون العليا والسفلى. نعم دكتور، خلينا نبلش بالصور هيك منعلق عليهم أكثر وبتكون الصورة واضحة أمامنا حول موضوعنا عن الهالات السوداء. نبتدي بأول صورة ونعلق عليها. أكيد مثل ما بنعرف هون اللي موجود عندنا منلاقي في تنفخات بالعين هي ظاهرة إضافة إلى ترهل بالجفن العلوي والسفلي. هون منلجأ إلى عملية بسيطة من خلالها منقدر نستأصل الجفون ومنشد المنطقة حول العين وبتخف بنفس الوقت التجاعيد والهالات السوداء اللي هي سببها ترهل الجلد جنب العين. الصورة التالية. أكيد هون عندنا اللون تبع البشرة مثل ما سبق وحكيتي ساشا بيلعب دور كتير مهم لأنه في سمار بالبشرة هون بتزداد الهالات السوداء وبيرجع كمان فينا نلجأ إلى حقن الكوكايين لاين بيخففوا من ظهور الهالات السوداء جنب العيون. الحالة هون التالية. هون الصورة واضحة مثل ما بنشوف على اليمين منلاقي في عنا يمكن الخط صار ظاهر مثل حفرة جنب العين هيدا بيعطي تعب بالعين وبيقول له العين غرقانة. منقدر كمان من خلال الحقن وخلال تاني أكسيد الكربون نعطي هالشكل الفرح ولا العين المشرقة بوقت كتير بسيط. اوكي كمان يعني كل حاله والى وضعيتها. هون كمان منلاقي هالتعب اللي موجود بالعيون كان بالجفون العلوي ولا السفلي. في عنا تنفخات دهنيه بعض الناس بيلجأوا الى حقن مواد جنب الدهن. انا بفضل عند هيدا النوع من الحالات انه نستأصل الهالات والجيوب الدهنيه من تحت العين إضافة إلى استئصال الجلد والجيوب الدهنية من فوق العين. أوكي. هون كمان منلاقي العين كتير منيحة لكن في عنا خط كتير بسيط الفون ديلار مطرح ما بينزلوا الدمع. نقدر هون نتخلص منهم من خلال حقن مادي. حتى لو الحالة بسيطة دكتور. إيه حتى بيأثر سلبا على جميل. يعني قديش منلاقي العين حلوة قديش هالخط بيعطي تعب خاصة إذا كانت مرهقة شوي ولا تعبيني بيصير يبين أكثر. وإذا ما يعني ما علاجنا الموضوع من البداية من أول ظهور هالخطوط معقول تتقدم الحالة؟ أكيد كل شيء إذا ما عملنا له مينتنس خاصة بوجه المرأة بيصير يزداد سلبا وسوءا مع الوقت. أول شيء بيكون العلاج كتير بسيط لكن مع الوقت بيصير يزداد وبنصير بحاجة لعمليات واستئصال الدهن. كل شيء ببدايته بيكون أفضل. أفضل صح. هلا كمان هون منلاقي في عنا مثل السكار بالوجه يعني إضافة إلى هالات سودة كتير. هون أكيد هالأشياء بتكون ازدادت مع الأكسيدنت اللي خضعت له وهيدا بيكون من احتقان الدم يلي هو مع الوقت منلاقي بعد أي عملية حول العيون منلاقي في أوقات تجمع لإيماتوما ولا إزرقاق. هالإزرقاق هو في دم متجمع وبالدم في عنا حديد. هالحديد اللي هو الأيرون ديبوزيت بيعمل مثل تكدسات بالجلد بياخد فترة وقت أوقات شهر لشهر ونص لحتى يجلي من العين مثل ما بنشوف عند الصبية. هون مع الوقت بيقدر يروح يلي بيعطي شكل الهالات السوداء لكن بيروح مع الوقت بيختفي يعني مش بحاجة لعلاج. أوكي. هون كمان منلاقي في عنا هالهالات السوداء يلي عم تلعب دور كتير كبير بشكل العين وبتعطيها كتير تعب وأرهاق. في عنا شغلتين نقدر نعملهم. أول شيء الكاربوكسي ثيرابي وحقن الجلو ليفت جنب العين لإعادة تجديد خلايا الجفون العلوي والسفلي. أوكي. هون مثل ما بنعرف بعض السيدات بيكونوا كتير حزينين وبيكون كتير عندهم زعل وبكي ولا تعب داخلي بيؤدي إلى تنفخات بالجفون جنب العين. وهيدا بيبين كتير بشكل كتير واضح دكتور على وجه للسيدة. منلاقي في تجمعات دهنية
هالجيوب الدهنية فوق العين هن اللي بيعطوا التعب، ومنلاقي حتى قد ما تكون العين حلوة هالشي بيأثر سلبا وبيعطي عين حزينة معمرة وحزينة. هون العملية بتكون كتير بسيطة كمان، وغالبا ما بتتم من خلال الليزر من دون اللجوء للعملية الجراحية واستئصال الجيوب الدهنية بشكل كتير بسيط من دون ما نخلي أثار ندبات جنب العين. ما بتبين أكيد لأنه منطقة العين كتير حساسة دكتور، وكتار من السيدات بيعتلوا هم يعني ما تترك أثار هالعملية. أوكي بهون بالحالة منلاقي في عنا مثل شهوة هيدي ناتجة من الولادة جنب العين، غالبا ما بيتم علاجها بالصغر باستعمال الليزر، وهلأ بأيامنا هيدي تطور كتير الليزر بنقدر نتخلص منها بخلال استعمال الليزر، إضافة إلى خطوط الكوكايين مثل ما منلاقي بزاوية العين في عنا هالحرف هون بنقدر نحقنه ترتاح العين، لكن هاللون هو بحاجة إلى ليزر لنخليه يختفي. وهيدي تقنية كتير مهمة لأنه في كتير أشخاص عندهم إياها بحجم بعد أكبر دكتور. أكيد. أوكي. هون مثل ما بنعرف اللون الأسمر بالبشرة ولا اللون الأفريكان الأفريقي كتير معرض إنه يعمل تكلفات وتصبغات بالبشرة، لأنه مادة الميلانين موجودة بشكل كتير عالي لحتى تقدر تقاوم حرارة الشمس واللون القاتم اللي بيصير عندهم، وبالتالي ما منلاقيها بتترهل بسرعة نتيجة وجود الميلانين فيها بالرغم من كل حرارة الشمس يلي بتتعرض له هالبشرة، لكن التصبغات بتكون واضحة وبتكون عالية كتير. عالية كتير مزبوط. هون كمان منلاقي في شوية فرق بالعيون، لكن عين اليمين في عنا هبوط بالجفن العلوي أكتر من عين اليسار، إضافة إلى خطوط الكوكايين. هون العلاج بيكون من خلال حقن التجوفات تحت العين، إضافة إلى استئصال الجفن العلوي، وبالتالي العين بتبقى مرتاحة أكتر ما بعد العلاج. وبتعرف دكتور هول حالات كتير منشوفها، هل ترهل بالجفن العلوي يعني بحاجة لهيك عمل جراحي لأنه بيعطي بعد عمر أكبر للشخص؟ أكيد هالإشياء بتكون غالبا وراثية عند العيون المبطنة، بيكونوا كتير حلوين لفترة من الأوقات لكن بيترهلوا مع التقدم كمان بالسن. أوكي آخر صورة معنا. هون كمان مثل ما بنلاقي في عنا هالخطوط مطرح بيمرق الدمع او الكوكايين لاين كتير ظاهرين، اضافة الى الهالات السوداء. العلاج انا عطول بفضل بالخلال الحقن الجلو ليفت لإعادة احياء الخلايا الجلدية بالجفون العيون، اضافة الى حقن خطوط التعب مطرح ما بيمرق الدمع لحتى نؤدي إلى نفخهم بشكل بسيط، وحقن تاني أكسيد الكربون ومنتخلص، ومنقدر من خلال هالعلاج البسيط نرجع العين مشرقة، وبالتالي هيدا الشيء بيأثر إيجابا على نفسية صحيح. الإنسان لأنه قد ما يكون مرتاح وجود الهالات السوداء جنب العين بيعطي إحباط وبيعطي تعب بالوش. تعب حتى لو الشخص منه تعبين. دكتور بشكل كتير سريع آخر سؤال لأنه انتهى وقت الفقرة، هل في طرق معينة للوقاية بعد ما نخضع لهالعلاجات كلها؟ في كريمات معينة تنصح فيها الست أو الرجل يتبعوها بالمنزل للحفاظ على النتيجة؟ أكيد هيدا الشيء كتير مهم أنه نحافظ عليه من بعد العلاج، هو أكيد إذا بنقدر نوقف الدخان هيدا كتير رئيسي ما بنقدر نتعب، لكن في أوقات الأشياء الخارجية بتأثر والضغوطات اللي بنكون موجودين فيها بتأثر سلبا على وجود الهالات السوداء، لكن استعمال الكريمات هو كتير رئيسي وضروري بشكل يومي ومرتين باليوم. هالكريمات لازم يكون في بقلبها الخلايا الجذعية، لازم يكون فيها بقلبها الذهب للي هو بيقدر يخلصنا من الأكسدة اللي منتعرض لها من خلال التدخين والتعرض لإشعة الشمس والمكيفات الهوائية، وقديش منقدر نحافظ عليها ونقدر نستعمل حقن الجلو ليفت لإحياء خلايا البشرة. أكيد هالشي بيخلينا نكون بمنأى قدر الإمكان عن تطور ووجود الهالات السوداء جنب العين حوالي العيوب. دكتور نادر صعب أهلا وسهلا فيك، كتير يعني حلو نشوف الصور هيك قبل وبعد لناخد فكرة إذا طبقنا هالعلاجات كيف رح تكون النتيجة، ولكن مثل ما قلت كل حالة إلى خصوصيتها. واليوم كمان بدي هني دبي فعلا على هالفوز، وأنا بعرفك ناشط على تويتر يعني ما في حادثة أو فوز أو مناسبة بتصير إلا ما يعني الإكسبو 2020 فعلا مثل ما قلتوا هيدا فخر لكل الأمة العربية، وهيدا لأول مرة عم بيكون ببلد عربي. عربي صح. نحن كتير فخورين ونحن منهني دبي ودولة الإمارات
على هالنجاح وهالفوز كبير. اهلا وسهلا فيك دكتور سعد، بنشوفك الاسبوع الجاي اذا الله راد، ونحن رح نتناول موضوع كثير مهم ورح نحكي عن مؤتمر القمه الدوليه الثاني للنفط والغاز بلبنان بعد الفاصل، تابعونا. تابعين ببيروت من بيروت سيتي سنتر، ومؤتمر القمة الدولية الثاني للنفط والغاز بلبنان بيجمع الكبار من أصحاب القرار بأربعة وخمسة ديسمبر. رح نسلط الضوء بهالفقرة عن هالحدث مع أستاذ أنطوان داغر، وأستاذ أنطوان منتج المؤتمر والمستشار الإعلامي. أهلا وسهلا فيك أستاذ أنطوان. أهلا فيك يا ساشا، منرحب فيك. وأيضا أستاذ دوري رنو، دوري المدير التنفيذي ببلانر أند بارتنرز، أهلا وسهلا فيك. مرسي، أهلا فيك. يعطيكم ألف عافية. أستاذ أنطوان، نبدأ معك عن هالمؤتمر قبل ما نغوص بتفاصيل المؤتمر والتنظيم، خبرنا عن الفكرة أول شيء، قدي كانت صعبة تنفيذها؟ الحقيقة هذا نحن تاني هو مش سهلة يعني. هو الحقيقة نحن هذه تاني سنة بنعمله للمؤتمر، سنة الماضية عملناه بديسمبر كمان 2012 وكان ناجح جدا، ونحن هذا المؤتمر بيواكب تطورات قطاع النفط والغاز بلبنان. الفكرة الجديدة اللي هلأ السنة نحن عم نقدم فيها المؤتمر هي من ناحية النظرة استراتيجية مستقبلية حتى نشوف نتائج القطاعات يلي بدها تلحق البدء بالإنتاج وباستخراج النفط ان شاء الله اذا كل شيء مشي تماما ان شاء الله. اكيد استاذ دوري، مثل ما كان عم بيقول استاذ انطوان، هيدي رؤيه مستقبليه وهيدي يمكن خطه نحن كنا بانتظارها من زمان انها تطبق، ولكن خبرنا شوي عن المواضيع اللي رح تتناولوها خلال هالمؤتمر لهالدوره. اول شيء بدي اقول انه اليوم المؤتمر هيدا عم بيتنظم من قبل شركتين يلي هي بلانرز اند بارتنرز اللبنانيه والشركه البريطانيه يلي هي اسمها جلوبال ايفنت بارتنرز، والمؤتمر هو تحت رعاية وزارة الطاقة والمياه بالتعاون مع هيئة إدارة قطاع البترول، وفي عنا دعم نحن كتير مهم اليوم من الاتحاد الدولي للغاز، ودعم من قبل جمعية مصارف بلبنان ومن قبل اتحاد الغرف التجارة والصناعة والزراعة ببيروت. أهمية المؤتمر اليوم من خلال المواضيع اللي راح يطرحها، ومثل ما قال زميلي توني انه اليوم المواضيع هي عم بتواكب تطور القطاع بلبنان وعندها نظرة للمستقبل. عم نتناول نحن فيها عدة مواضيع، منها أول شيء وضع القطاع حاليا وشو النظرة المستقبلية لإله بالسنين الجاية. تاني شغلة حيحكي عن البنى التحتية وتحضير البنى التحتية لحتى تواكب كمان قطاع الغاز والنفط بلبنان. المواضيع التالية هي كمان الخدمات اللي ممكن تتقدم أو اللي لازم تتقدم وتواكب كمان هالقطاع، من خدمات مصرفية لخدمات تأمين لشركات تأمين والخدمات القانونية. وكمان فيها نظرة شاملة كمان عن موضوع الأسواق العالمية وشو وضع الأسواق العالمية ووين لبنان ممكن يكون موجود ضمن الأسواق العالمية. ورابع محور هو قطاع التوظيف والقوى البشرية اللبنانية وتحضير الشباب اللبناني والجامعات اللبنانية لحتى يبلشوا يحضروا هني أو كمان بلشوا يحضروا برامج لحتى تواكب هالقطاع. حلو كتير استاذ أنطوان، كنا عم نشوف بعض المقتطفات من مؤتمر السنة الماضية بالدورة الأولى اللي صار. صحيح. بعد انعقاد هالمؤتمر، هل صار في مباشرة بهالخطة اللي بلشتوا فيها؟ هلا نحن ما بنوضع خطط، نحن بنحط الارضيه الصالحه لحتى ناسس لخطوات مستقبليه. يعني السنه الماضيه وقت اللي كان المؤتمر، وقت اللي انعقد المؤتمر السنه الماضيه، حكي بامور عامه تتعلق بالقطاع بحد ذاته، بالاستخراج شو في تحت الارض، هل عندنا نفط وغاز، وكيف الخطط لاستخراج والافاده منها وانعكاساته على المجتمع اللبناني. صحيح. بشكل عام صار في تحرك حول هالموضوع. صار في تحرك طبعا، كانت سنه كثير حافله الحقيقه. اكثر شيء يعني صار في اطلقوا دوره المناقصات، والحقيقه هلا ماشيين فيها. نحن منا مخولين نحكي عن هالموضوع هيدا هلا، بس نحن كمان طلعنا على
الخطوة جديدة وقلنا يا جماعة في قطاعات جديدة بدها تتأثر وبده يطلع في بده يطلع في فرص استثمارية وفرص أعمال وفرص توظيف كتير كبيرة للبنان وفي لها انعكاسات كبيرة على الاقتصاد. خلينا نبلش نفكر مستقبلا كيف لازم نحط هالأسس الصحيحة حتى نقدر نوصل للنتيجة المتوخاة من الموضوع. الانعكاس الاقتصادي تحديدا استاذ دوري شو تأثيره إيجابيا على الاقتصاد؟ الطبيعي بده يكون في انعكاس كثير كبير وإيجابي للاقتصاد اللبناني، خاصة انه قطاع النفط والغاز حيكون هو قطاع محرك وليدر اندستري، حتكون حيستفيد منها كل القطاعات الاقتصادية الباقية، عم نحكي من السياحة، عم نحكي من الخدمات، عم نحكي من المصارف، عم نحكي بنى تحتية، ريل استيت، لأنه هذا قطاع رح يجذب معه أموال كتير كبيرة. ولبنان اليوم لازم يبلش يتحضر كمان بمختلف القطاعات الاقتصادية لحتى يقدر يواكب هالتطورات اللي جاية. فمش هيك نحن منشوف اليوم أنه هالقطاع رح يكون فعلا محرك لقطاعات كتير كبيرة موجودة حاليا بلبنان. الحضور مين رح يكون متواجد بهالمؤتمر؟ مين معنى انه يكون متواجد اكثر؟ هو الحقيقه اغلب الحضور، في عنا حوالي 350 مشترك تقريبا رح بيكونوا موجودين، في حوالي 40 سبيكرز 40 متحدث رح بيكون فيه بالمؤتمر، واغلب اللي الحضور والمشاركين هن من كبار صانعي القرار بالقطاع الخاص بالقطاع العام بقطاع البترول. المفروض انه يتلاقوا حتى يصير في نوع من تبادل خبرات ومن تبادل المعرفه حتى وفرص ومعرفه الفرص يلي ممكن انه تطلع من وراء المؤتمر من وراء القطاع بشكل عام، يلي المؤتمر هو عم نجرب انه نعمره بطريقه انه يخدم هالمصالح هيدي، مش بس اعطاء المعلومات كمان ايجاد المنصه للتلاقي ولفرص الاعمال. وين راح يكون المؤتمر استاذ عمان؟ راح بيكون باوتيل فينيسيا ببيروت على يومين 4 و5 ديسمبر، على يومين، وما بعرف اذا فينا نقول اذا انه كمان راح بيكون في ملحق له مؤتمر تقني بالايوبي كمان مع اليوغ مع القمه الدوليه، كمان راح بيكونوا مدعوين لها يلي مشاركين بمؤتمر اليوغ بشكل عام. هل الملحق التقني تم بالدوره الاولى؟ لا، هيدي اول سنه بنعمل، لانه خطوه جديده بالضبط، لانه بالدوره الاولى ما كان في الا يمكن جامعه وحده مهتمه بالموضوع، وفي كتير جامعات اهتموا، يمكن نحن ساهمنا بانه نخلق الاهتمام عند الجامعات لحتى يبلشوا بتطوير البرامج اللي عندهم مشان هندسه البترول ومشان الكيميكال انجينيرينج والفيزيكس وكل هالمواضيع هذه من الاختصاصات. استاذ دوري، كنا عم نحكي يعني عن جد يمكن بحاجه لنباشر بهالرؤيه المستقبليه اللي عم تطرحوها بكل دوره للمؤتمر، برايك ابرز نقطه رح يتوقف عندها المعنيين وخلال هالمؤتمر شو رح تكون ابرز موضوع رح تتوقفوا عنده؟ أهم نقطة كل النقاط مهمة صراحة، يعني اليوم ما في محور بده ينحكى عنه إلا ما هو مهم. فبتصور أنه اليوم بمجرد هالمؤتمر يصير هو كمان خطوة كتير مهمة للمستقبل، وهو تحضير إن شاء الله لل 2014 لحتى نحس فعلا أنه عم بيصير فيه تطور كتير كبير. ونحن برجع بقلك كتير متفائلين للموضوع وكتير شايفين الأمور رايحة بالاتجاه الصحيح، ف بقول انه كلنا تفاؤل بالتوفيق ان شاء الله دائما بهالمؤتمر المهم جدا. كلمة اخيرة بتحب تضيفها استاذ انطوان قبل ما نختم هالفقرة معكم؟ كل شيء انا بحب اقوله انه قطاع البترول كتير مهم وفي كتير فرص، والفرص لا تنتهي عند حد معين، الفرص تبدأ من بعد المناقصات من بعد بدء الاستخراج. بقى بالتالي بتمنى على كل المهتمين وعلى كل الشعب اللبناني بشكل عام يكون مخلي ذهن منفتح لحتى يتعامل مع تغيرات ان كان بالذهنية الإدارية يما بفهم الأمور لحتى نقدر نأسس انه نعمل قطاع ناجح بفيد المجتمع اللبناني بشكل عام. شكرا كتير كبير لألكم، أهلا وسهلا فيكم أستاذ أنطوان وأستاذ دوري. مرسي لألك كمان سحر.
اهلا وسهلا فيكم. رح نتوقف مع تقرير عن فيلم The Sound of Music بعد 48 سنة يعود إلى الحياة ولكن كمسلسل. خلينا نشوف التفاصيل بهالتقرير. من منا لم يشاهد الفيلم الأسطورة The Sound of Music الذي اعتبر من أهم 5 أفلام في تاريخ السينما العالمية. الفيلم وبعد 48 عاما يعود إلى الحياة ولكن بطريقة مختلفة، فعلى شاشة NBC يوم 5 ديسمبر سنشاهده مجددا على شكل مسلسل حديث. My heart wants to beat like the wings of the bird. دور جولي أندروز ستقوم به كاري أندروود التي تمثل للمرة الأولى، ودور الكابتن الأرمل سيلعبه ستيفن موير. كاتبا السيناريو كريغ زادان وميرون نيل خائفين من تلك التجربة ويحاولان فصل الفيلم عن المسلسل، فبرأيهم الفيلم تحفة كاملة لا تحتاج إلى إعادة تصويرها وباتت قيمة كلاسيكية لا تتحمل الريميك، أما المسلسل فيطرح نفسه بصيغة جديدة لا تخضع للمقارنة. ويذكر أن المسلسل ستجري أحداثه أمام الجمهور في الاستوديو. I know I will hear what I've heard before. كنا عم دردش شوي انا وريما بدايه اللقاء، عم بتقلي The Sound of Music من اجمل الافلام كانت وهلا حنشوفه على صح. مسلسل فكان على ايامك ريما مش على ما هي انا عم جرب اتذكر فمزبوط ريما على ايامك 100% ما تزعلي مني بس اذا في نسخه جديده من سن احنا عم نجريك النسخه الجديده عن جد متابعينا بفقراتنا، وأطلقت شركة سوليدار بالتعاون مع شركتي بروكوميكس ومايكروسوفت خدمة يونيبوكس اللي بتوفر للشركات المتواجدة بوسط بيروت حلول تقنية استنادا للخدمات كلاود سيرفيسز. ومعنا أوسكار أبو شعي المدير التجاري ببروكوميكس ليحكينا أكثر عن هالخدمة الجديدة. أهلا وسهلا فيك أوسكار. مرحبا. مرحبا. يعطيك ألف عافية. أوسكار، بالبداية يوني بوكس، كيف فينا نشرح أكثر عن هالخدمة الجديدة؟ بدنا نبلش أول شيء نعرف شوي العالم المشاهدين على معنى الكلاود. اليوم الكلاود صار بمحل شوي ناتج أكثر بأوروبا وبأمريكا، والهدف طبعاً إنه تخفف عبء الاي تي إجمالاً عند الشركات. يعني اليوم بدل ما الشركات هي تعمل إنفستمنت وتتكلف بسيرفرز وأشياء تانية، هل سيرفيسز هاودي بيكون موجودين بكلاود وهن دي سبسكرايب تو، بيكون عندهم اشتراك شهري بهالسيرفيسز هاودي حسب الباكجز. نحن اليوم اللي عم نعمله عم نعطي نفس السيرفيسز او نفس الاوفرنجز الموجودين باوروبا وبامريكا للشركات اللبنانيه اللي يقدروا يستفيدوا منها بنفس الابروتش اللي هي سبسكريبشن بيزد، وفي عندنا بولز كثيره بتناسب كل الشركات الصغار والكبار. مع العلم انه نحن الفوكس تبعنا هو للشركات الصغيره والمتوسط الحجم مش الشركات الكبيره، يعني كان الهدف بالاساس هو الشركات المتوسط الحجم والصغيره. صحيح، اليوم شركات المتوسط الحجم والصغيره صار فيهم يستعملوا نفس التكنولوجيز اللي بيستعملوها الشركات الكبيره وبيستفيدوا من الهاي افيلابيليتي، من سيرفيسز مثل سي ار ام، مثل ايميلينج سيرفيسز، مثل كولابوريشن يوزنج مثل مع شير بوينت بعتذر. فهول الاشياء كلهم صار فيهم الشركات الصغار والمتوسط الحجم يستفيدوا منها بلا ما يكون عندهم انفستمنت كبير بالاول. طب اسكالا، تنفيذ اليبوكس تم التعاون مع سوليدير، كيف تم هالتعاون؟ نحن وسوليدير اللي عملنا يونيبوكس اكيد كان في اهداف مشتركه ورؤيه مشتركه كمان بخصوص كيف فينا نساعد الشركات خصوصا المتوسطه وصغيره الحجم ببيروت بلبنان وببيروت. فنحن وياهم كان في عندنا هالحديث اذا بدك وهالرؤيه المشتركه اللي انتجت انه نتعاون اكثر على يونيبوكس. يونيبوكس هي اصلا كانت مبلشه من تقريبا شي سنه وشوي، ولكن مع سوليدير قررنا انه ننقل هالسيرفيس اكثر ويصير الهدف تبعها اكثر هي الشركات المتواجده ببيروت ديستريكت بوسط بيروت او بيروت عامه.
فدفنتلي مع سوليداريتي هالرؤية هيدي اللي هدفنا فيها انه نساعد هالشركات الصغيرة تقدر تعمل فوكس اكتر على شغلها وتكون منتجة اكتر. وفي شغلة تانية هي انه في شركات في الانتربرنور يعني الاشخاص اللي حابين هن يبلشوا ببزنس لقلهم. اليوم نحن عم نعطيهم مجال انه هيدا العبء اللي هو مكلف لشركة صغيرة بدها تبلش، عم نقول لهم نحن هذا العبء فيكم انكم نحن نهتم فيه، نحن فينا نعمل لكم هالسيرفيس هيدي، وهن فيهم يبلشوا بالبزنس تبعهم بكوست اقل. اكيد كاميرا ببيروت كانت حاضره بحفل الاطلاق، خلينا نشوف كانت الاجواء وبنرجع بنتابع مزيد من التفاصيل عن هالخدمه تحديدا، خلينا نشوف بهاللقطات. انه اليوم مثلا انت عندك شركه بدك ايميلز، بدل ما تجي تحطي سيرفر عندك وتحطي الايميل سيستم عندك، بتاخدي يو سبسكرايب تو ذا ايميل سيتينج اون ذا كلاود. قد ما انت عندك ناس وقد بدك تستعملي فيهم، العالم اوريدي بلشوا ياخذوا السيرفيس ويبلشوا يشتغلوا عليه. نحن بسوليدير يعني انشانا شبكه تواصل اتصالات بوسط مدينة بيروت اللي هي جزء من برنامجنا التطويري. وجود الانفراستراكشر هيدا اللي موجود والباكبون هو بيساعد على تقديم خدمات متعددة للزباين اللي هني بحاجة ل يعني يقدروا يعملوا عدة اشياء متنوعة. بدل ما تتخزن الداتا على من خلال الانترنت على كلاود، من خلال الانترنت ممكن تكون عم تتخزن ضمن وسط مدينة بيروت على السيرفرز اللي موجودة هون. فالشراكة هي بين ثلاث شركات، يعني هاليوني بوكس اللي هو المشروع اسمه يوني بوكس هو مشروع مشترك بين سوليدير بروكوميكس ومايكروسوفت. أوسكار، ببداية لقائنا ذكرت أنه توجهتوا إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة بالحجم، ليه توجهتوا لها بدل الشركات الكبيرة؟ اليوم في عبء كتير كبير على هالشركات هودي، واليوم في تشالنجز كتير موجودة لهالشركات. واحدة من أهدافنا هي أنه نساعد هالشركات تقدر تنتج أكتر وتكون إفكتف أكتر بلبنان. يعني هودي الشركات نحن بحال يعني عنا إحساس إنه نحن فيها نلعب دور يكون مساعد لإلهم، فتتوسع يمكن أكتر وترجع تكبر أكتر. مزبوط، هن بدهم أكيد حدا يساعدهم شوي. نعم. بالضبط. سو نحن عم نوفر هالدعم هيدا القليل قد ما فينا لهالشركات هيدي. بسعر معقول منه مكلف يعني. أكيد أكيد أكيد، هو أصلاً اشتراك شهري. فهالاشتراك الشهري حسب الخدمات اللي هن بدهم إياها، فيها تكون كل الخدمات بتعرف معينة، وفيها تكون الخدمات الأساسية كمان بتعرف معينة هي أقل كلفة على أكيد. طب أوسكار، الحضور على مين اقتصر، وهل حسيت في تجاوب من قبل الحضور على خلال هالمؤتمر؟ صراحة نحن تفاجأنا بالفيدباك تبع العالم، وتفاجأنا بالتجاوب اللي لقيناه من بعد اللي عملناه بالمؤتمر. في كتير شركات صغيرة مهتمة بهالموضوع هيدا وحابة تعرف أكثر عن الموضوع، وشفناهم وفرجيناهم داتا سنتر عنية مع سوليدير بالداونتاون. وفي كمان شركات وأشخاص عندهم أفكار، مش أشخاص بعدهم هلأ بالجامعة وعم يطلعوا هلأ من الجامعة، عندهم أفكار لبرودكتس حابين يحطوها على الكلاود، يصير مثل أبلتس عنا إياها على الموبايلز. سو هالأشخاص عندهم أفكار معينة حابين يحطوها على الكلاود ويحطوها عند داتا سنتر يقدروا يوصلوا له بسرعة، وعند عالم بيقدروا انه يوصلوا فيها. سو في كمان هالأشخاص هودي كمان اللي كان عندهم اهتمام بهالموضوع هيدا، كمان اجانا فيدباك كتير منيح منهم، وعلى أكيد كان فيدباك كان كتير امبرسيف أكثر من كنا مصورين. أسكار، هالخدمات هل بتحتاج إلى شبكة آلاف بصرية خاصة؟ واحدة من الأسباب اللي نحن وسوليدير عم نشتغل أكتر على موضوع يوني بوكس، والوحدة الأسباب اللي خلتنا كبروكوميكس كيوني بوكس نقدر نقدم خدمات أكتر هي البنية التحتية الموجودة بسوليدير. أوكي. اليوم في خدمات ما تتطلب سرعة عالية، هي مثلا عم نعطي المثل هي الباك اب. يعني اذا في شركات اليوم حابه تعمل باك اب
للسيستمز اللي عندها اياها بي دي ار او بداتا سنتر تاني، هيدا الترانسفير اوف داتا معتازه باندوث عاليه ومتوفره بسوليدير 100%. اليوم بسوليدير عندهم هالبنيه التحتيه اللي هي بيزد على الفايبر اوبتكس اللي بتخلينا نقدر نقدم للشركات اللي هن هالخدمات 100% الخدمات الشركات اللي هن بالبيروت. يعني بس انتم يعني بس بيروت نطاق صحيح بيروت صحيح نطاق سوليدير سوليدير بيروت ديستريكت، بس كل الشركات بيقدروا يستفيدوا من البقيه. يعني اليوم نحن عندنا كنا نعتبرهم اثنين بولز للسيرفيسز. اوكي بول كل الشركات بيقدروا يستفيدوا منها، الشركات الموجوده ببيروت ديستريكت والشركات الموجوده برات بيروت ديستريكت، ولكن في سيرفيس معينه واحده منهم هي الباك اب، واحده منهم هي هوستنج. يعني ناخذ السيرفيس اللي عندهم اياها ونحطها نحن عندنا على فيرتشوال بلاتفورم على الداتا سنتر اللي عندنا اياه. في هودي البول اوف سيرفيسز رح يكونوا حصريا مقدمين للشركات الموجوده ببيروت ديستريكت واللي عندهم القدره انه يستعملوا الفايبر نتورك انفراستراكشر تبع سوليدير. طب الشركات اللي برات بيروت، برات بيروت نحن في عنا كذا طريقه نقدر نوصل لهم او يقدروا يوصلونا على داتا سنتر. في الوان كونكتيفيتي، في انترنت كونكتيفيتي، سو في كذا نوع من الكونكشنز المعقوله نقدر نستعملها. بس المشكله فيها او التشالنج فيها هو انه هول كونكشنز الباندوث تبعهم اقل، سو ما رح يسمح لهم يستعملوا بقيه السيرفيسز اللي بالبولز اللي عندنا اياهم بطريقه تكون افكتيف. افكتيف طبعا بتفكروا ضمن هالنقطه اذا بدك اكثر انه تصير يصير اذا بدك هالخدمه منتشره بكل الشركات مش ضمن نطاق. نحن بنتمنى انه نقدر نعمل هالشغله هيدي، بس هيدي الشغله بترجع على البنيه التحتيه تبع الدوله. نحن بنتمنى انه نقدر نوصل بنهار نقدر نعطي هالخدمات لكل لبنان ونقدر يكون عندنا هالبنيه التحتيه اللي بتقدر تسمح لنا نقدم هالشغله هيدي. فهيدي شغله اكيد بنتمناها من كل قلبنا، بس مش بقدراتنا لهلا. اكيد أوسكار، هيك مشروع يعني بيتطلب جهد كبير وأعمال مسبقة، خبرنا كيف تم التحضير لأونيبوكس. يونيبوكس بروكامكس عندها تيم تقريبا 25-30 شخص، كلهم مهندسين بالآي تي من فترة طويلة وعنا إكسبيرينس كثير منيحة. صلنا نحن وسوليدير عم نشتغل على هالموضوع تقريبا شي سنة، بلشنا نحكي بهالموضوع لحتى حضرنا الفكره مزبوط، لحتى طورنا سيرفيسز وحطينا شو سيرفيسز اللي فينا نقدمها مع سوليدير. اشتغلنا كثير على هالموضوع هيدا، وكان في اهتمام كثير خاص انه كيف فينا عن جد نقدر نقدم الخدمات اللي الشركات الصغيره والمتوسطه بيقدروا عن جد يستفيدوا منها. ونقدر في شغله كمان بحب اقولها، هي انه نقدر نرجع نخلي وسط بيروت يعيش اكثر. يعني اليوم وحده من اهدافنا او من اهداف المشروع بطريقه او اخرى 100% نرجع نستقطب شويه الشركات الموجوده برات لبنان، برات لبنان وبرات بيروت على بوسط بيروت، ونقدر نرجع نخليه يكون عايش اكثر. حلو أوسكار، سؤال اخير، هل كل الشرك الصغيره او متوسط الحجم تقدر تستفيد من الخدمات او في شروط معينه للشركه تحديدا؟ كل الشركات تقدر تستفيد من هالخدمه هيدي ما دام هن موجودين يا بسوليدير يا عندهم انترنت كونكشن او حيلا نوع من الكونكشنز اللي بيقدروا يوصلوا فيها على الداتا سنتر تبعنا. جريت، حلو كثير، اهلا وسهلا فيك اوسكار. ميرسي، اهلا فيكم. رح نرجع نجدد ونهني دبي باحتلالها المرتبه الاولى عالميا لتنظيم معرض اكسبو 2020 الدولي، مبروك عن جديد. مشاهدينا رح نتوقف لبريك وبنرجع، خليكم معنا. فرحه كبيره اليوم، كبير كبير راسي في السماء مرفوع اماراتي اسمي بالفخر مطبوع اماراتي وراسي في السماء اماراتي واسمي بالفخر مطبوع اماراتي انا والمجد في دمي وانا الشامخ وصوت العز بي بدي حيي كل المشاهدين يلي رجعوا انضموا لنا هلا لمتابعه باقي فقراتنا. رح نحكي هلا عن الحقيبه يلي اليوم بطلت مجرد اكسسوار انما اصبحت اساسيه بطله كل سيده، وهيدا الشيء يمكن يلي جعل عدد كبير من المصممين انه يحولوا كل تصميمهم على تصميم الحقائب. اليوم رح نتعرف على موهبه جديده بهالمجال، بدي رحب بلميا. هاي جويس. وصار لميا. هاي. كيفك؟ صباح. ماشي الحال. لميا خلينا نحكي أكتر، يعني بدأت بتصميم حقائب للبحر. مزبوط. اليوم عم تصممي حقائب للسيدة تلبسهم بكل مناسباتها، كيف توسعتي؟
مثل ما قلت لك انه انا بلشت بالساك دو بلاج للبحر وتوسعت وهلا صرت بالايفنينج باجز اور كلاتشز وفي حتى البانان كمان هلا بتشوفون يعني بحطوا يعني اكثر شيء عندي كلاتشز وبانان ما بتتوجهي صوب الساكات الكبيره لا لا ليه حسيت أحيان حملهم هو لل أنت إجمالاً شو بتحملي؟ يمكن بتحمل هيك أشياء أكتر حد واجهت لألها مزبوط ما بحب الكتير كبار لأنه بصير بدنا نحط فيهم أشياء أكتر ونحملهم ونحن على كل حال السيدات كلها هيك هيك بتعمل يعني بلبنان طيب خبريني اليوم لميا في عدد كبير من المصممين مصممين الحقائب والدليل انه عم بيكونوا موجودين معنا بحلقات ببيروت اليوم كيف بتميزي حالك عنك عن غيرهم عن غيرك بالنهاية كل مصمم عنده شيء بيميزه عن غيره وبس بده يكون في دائما مثل روح لكل مصمم ينعرف فيها وانا بحب يعني دائما بستعمل الماتيريالز good materials وأشياء طبيعية وتكون هينة يعني للمرأة وبستحملها يعني تكون هينة مريحة قد ايه بتركزي على هالنقطة؟ بتعرفي يعني هلا انت ما عندك ساكات كبار بس اجمالا بالساكات بتبقى السيدة مستعجلة هي بتشتغل وبدها وبتكون ام وبتركض فالساك كتير اساسي انه تكون عم تحمله ومرتاحة قد ايه بتركزي على هالنقطة؟ ايه مزبوط دايما انا قبل ما تنزل الكوليكشن كل ساك بجرب بحمله انا شخصيا يعني لشوف قديش بيريح مشان الست بس تحمله تكون مرتاحة طيب خلينا نبلش نحكي عن المواد اللي بتستعمليها أوكي. بشغلك اوكي فضلي شنا مثلا هيدا دانتيل استعمل الدانتيل على القماش اوكي لاحظت انه في كذا ساك عم تستعمل الدانتيل مزبوط انا كتير بحب الدانتيل على فكره كتير كتير بحبه هلا كتير دارج الدانتيل اوكي شنا كمان فرجي هيدا كمان مستعمل الدانتيل اوكي هو اللي بحب احكي عنهم شوي مستعمل الماتيريال ناتشورال من فلين معموله من فلين الياج من فلين اوكي حلو كتير طب ليه توجهتي نحو هالمادة؟ نحو سوري هالمادة؟ أنا بحب كل شيء طبيعي، بحب الطبيعة أصلاً وبحس كتير قريب للطبيعة هيدا بذكرنا بالطبيعة. أوكي، وعم نشوف كمان البنان يلي قلتي عنهم. هو ليه كتير براتيك بالسفر، إذا حدا مسافر وبده يحط مثلاً باسبور وتليفون ما ضروري يحط كتير أغراض، سو في فينا نعلقهم. ومستعملة ألوان يعني حسب شو لبس حسب لاحظت إنه ألوانك هادية البيج الجري والأحمر ليه أو هلأ هالكوليكسيون بس لا أنا بحب الألوان الهادية بحب الأشياء السيمبل مثلا ما بعجق كتير أكسسوريز ما يعني بحب الأشياء مزبوط لاحظت ما في ولا أي أكسسوار بتصميمك هل هذا الشيء موجود بس بهالكوليكسيون ولا لا دايما دايما يعني بحب انه بروح للسيمبل دايما للسيمبل عم نشوف على كل حال صور هلا من تصاميمك خبريني اليان كيف تبلشي تصممي حقيبه هل ترسمي الفكره براسك وبترجميها في حدا بيساعدك على التنفيذ اوكي لا اكيد انا بصممها وبرسم الشيب اللي انا بدي اياها وبعدين بروح للماتيريال بس صير انه نقي الماتيريال باخذهم على المعمل اكيد نحن لبنانيز ديزاينرز عم نشتغل هون عم ننفذ هون بلبنان وقلنا الفخر يعني انه نشتغل في كثير ناس كفؤين وفي معامل كثير 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 محترمه نشتغل معها وعم ببين هيدا الشيء بالمعارض يعني وقت عم نروح على المعارض عم ببين الشغل المعمول بلبنان عم ببين كله بالمعارض عم نشوفه والناس عم تتمتع فيهم يعني انت من الاشخاص اللي بيحبزوا وجودهم بالمعارض هذا الشيء بيضيف لك انت من الاشخاص اللي بيحبزوا انك تكوني موجوده بالمعارض هل هذا الشيء بيضيف لك نحن يعني الناس تتعرف اكثر على الساكات اللي عم بتقدميها ايه هلا اكيد نحن بنحط بمحلات في عنا محلات بنحط اكيد التصاميم
في عنا محلات منحط التصاميم فيها، منحط الأغراض. أوكي. بس أكتر شيء بالمعارض نحنا نستمتع بالمعارض لأنه بيصير في كونتاكت مع دايركت كونتاكت مع الكلاينت مع الناس، نسمع ذوقهم، ناخد رأيهم شو بيقولوا، نشوف إذا حبوا ما حبوا، شو الاتجاه اللي لازم نروح عليه. فيها سيدة تتوجه لعندك وتقلك أنا حابة مثلاً تصممي لي ساك معين أو لا بس الأشياء اللي جاهزة فيها تشتريها؟ لا فيها أكيد فيها، بس أنه أكيد يعني أنه نوع شغلنا دايماً نحن مننزل كوليكشن أكتر. أوكي. طيب أنا بدي أذكر المشاهدين أنك خصيت إحدى زائرات سيتي سنتر اليوم بهيدا الساك، خبريني عنه أكتر، شو المواد اللي مستعملتيها هون؟ في فورير أكتر؟ إيه هيدا نوع من الفرو أكيد، بس مش طبيعي يعني. أوكي. وحبيت حط عليه شوي صغيرة يعني هيك أكسسوارز بيعطي شوي حياة أكتر. أوكي. وهلأ كتير دارج كل شيء أنيمال برينتس، هلأ دارج كتير فاشن، هلأ نازل بالوينتر كولكشن، سو حبيت أنا خصص هيدا الساك يعني أقدمه جيفت. هيدا نيو كولكشن. وي طب خبريني على النيو كولكشن، هيدول هن بس يلي مقدمتيهم اليوم يلي جبتي لنا اياهم، ولا في عندك تيمة معينة بتشتغلي عليه بكل كولكشن؟ لا هول اكيد انا اخذت جزء بسيط من اغراضي، بس في يعني بعد اذا يعني في البوتيك محل ما بنعرض في اكثر كولكشن اكبر، ونحن بدي احكي شغله صغيره بس، نحن الاحد موجودين بالجميزه، راح يكون في مثل ايدي ري بيتون، وحاطين كل البوتيكات يعني مطلعين اغراضهم لبرا والبابس والمطاعم وهيك، سو راح يكون في الناس اذا بحبوا يتعرفوا اكثر فيهم يتوجهوا على الجميزه نهار الاحد هيدا الاحد، وراح يكون في انيميشن وانيميشنز يعني نهار حلو. ندعي اكيد كل المشاهدين ينضموا لك. لم يا اخر سؤال، يعني من 2009 لليوم كم كولكشن صرتي عم تشتغلي عليها؟ دائما بنحضر نحن للوينتر يعني وينتر وسمر كولكشن، هدول الوينتر اليوم، هل عم تشتغلي على هول الوينتر سبرينج سمر؟ ايه نعم. او بعد في وقت؟ لا بلشنا. ايه. في تام معين عم تشتغلي عليه؟ في تام انه حسب نشوف الالوان، يعني الالوان اللي بتناسب الفاشن والاذواق كلها، حسب ذوق المشاهدين اكيد. لميا اهلا وسهلا فيك، بدي ارجع اسكر المشاهدين انه هيدا هو الساك اللي رح تقدمه لميا، اكيد رح يكون من نصيب احدى سيدات ببيروت ولكن بعد لحظات. لميا شكرا لك عن جديد. مشاهدينا من عالم التصميم رح ننتقل الى عالم المشاهير. I am in love مش منه هو عنوان أغنية جديدة لبريتني، بل هي صرخة من القلب إذ بدأت الرياح تدور بالنسبة لها، وهي اللي عانت الأمرين بحياتها العاطفية والمهنية بهالمرحلة. بعد والد طفليا مين رح يكون سعيد الحظ؟ أكيد صديقة الجديد، منتابع التفاصيل بهالتقرير. I'm in love ليس عنوان أغنية جديدة لبريتني سبيرز، بل هي صرخة من القلب إذ بدأت الرياح تدور بالنسبة لها، وهي التي عانت الأمرين في حياتها العاطفية والمهنية في مرحلة ما. بعد والدي طفليها شون بريستن وجاستن تيمبرليك، من يكون سعيد الحظ؟ طبعا صديقها الجديد ديفيد لوكادو. القصة جدية حتى إن والدها قام بالتحقيق خلصة عنه ليرى إن كان مناسبا لابنته، ما جعل بريتني تضحك وتجيب أن ما يعجبها بحبيبها رغم عناده أنه شغوف بكل ما يقوم به وهذا أمر معدن. في جميع الأحوال شغفه قد أعادها على خط الطموح والعمل، فلابد أنه في زمن النساء ورأى كل امرأة عظيمة رجل.
الأشغال اليدوية والحرفية لما نمزجها مع لمسة معاصرة بزيد الطلب عليها. لهيك اليوم ضيفتنا بتصمم كل شيء ارتيزانا وكل شيء حلو بها العالم المميز. أكيد منرحب بضيفتنا سلام كامل. أهلا وسهلا فيك سلام. أهلا على المايك سلام. ميرسي. شو الأخبار؟ الحمد لله شكرا الله. سلام قديه اليوم بتشجعي كل ست عم بتتبعنا عن جد؟ يمكن لو عندها شيء بسيط من هالتاتش اللي انت بتتمتعي فيها انها تطور اذا بدك الفكرة وتدخل بهالمجال. كتير احسن ما يقعدوا يشربوا قهوة ويحكوا. نعم شيء بيفيد وفني وحلو. اكيد. سلام قديه لك بعالم الارتيزانات؟ ما فيني أقول على وقت معين لأني أنا من أنا وصغير بحب هالشغلات. بس لي 5-6 سنين إنه عم بشتغل كمهنة. إيه كمهنة صارت لألك. إيه؟ بتملكي أكيد محل خاص لألك. نعم. سلام. نعم بالبترون. وشو بيضم هالمحل من أشغال يدوية؟ مثلا مثل ما نكون شايفين عبايات. وعندي هالأشراشف هون عندها وجه طاولات عندنا شماندو تابل تابل رون حوض هالاشياء اللي شايفينها قدامكم. كثير حلو الشغل. ميرسي. خلينا نبلش نحكي عن كل قطعة سلام لناخذ فكرة. انه دايما عادة بس نقول عالم الارتيزان بنفكر شيء كثير هيك تاتش روستيك او تاتش قديمة. ايه نعم. بس في اليوم لمسة من المودرن. اكيد. بالتصاميم الخاصة فيك. شو بتحب بلش هون؟ يلا منبلش انا حبيت كثير قصص من هونيك حدك بس رح بلش من هوني. خبرينا عن طريقة الشغل سلام تفضلي. هيدا بنشتري القماش الكيبون بنرجع نحن بنخيطها بنبطنها بنكون شاكينها ومن هيدا شمان ده تابل او للبيانو. كثير حلو. عادة بتختاري اول شيء القماش هو الاساس؟ اكيد هو اللي بيخليك اكيد نوعية القماش والالوان والرسم يعني الديزاين اللي عليه. وسلام القماش من هون ولا حتى بس تسافري اي قماش بتعجبك؟ هلا في ناس بيجيبوا من برا بياخذ منهم وفي وقت انا بسافر كمان بجيب معي. وكله بتشتغليه كله يدوي هيدا مبين قدامي شغل يدوي كله شك. اي نعم في منه شك في تطريز وفي تطريز كمان. ايه هيدا تابع له كمان نفس الديزاين هيدا الصالون بس هيدا مثل ست ست صالون. نعم ست صالون. نعم. والوان بتتبعي شوي الموسم مثلا احنا موسم خريف وشتي الوان دافية عادة بتكون بالبيت. أكيد. صح؟ اكيد اكيد مش بتحطي الوان شيء ببيتك حتى لبسك بكل شيء بيكون مغير الالوان. وعندك هيدا التابل رون هيدا كثير حلو عن جد كأنهم لوحة. هيدا كثير انا بعمل لوحات منهم كمان هاي القماشة. بتعملي لوحات هالقماشة كمان؟ اها قدي ممكن تطوري بالافكار سلام كثير ما فيك تفكري قدي فيك تساعد الست حتى كمان ديكور بيتها الستايل الخاص لون الالوان البيت أكيد او المفروشات اكثر شيء يعني فيني ساعدها وقت اللي بتجيب لي او في ناس بيجيبوا لي صور بحاول فيني قد ما فيني طبق اللي عندي على اللي هن اللي عم بيجيبوا او بعمل لهم شيء جديد. طب الحجر بتستعمليه بالشك وكل هالتفاصيل انت كمان بتختاريهم حسب الموديل وحسب القماشة. طب وصلنا للاحمر اللي انا كثير حبيته. ناطره هيك عم نعجل لنوصل له. انا جبت شوي احمر لانه قريب الميلاد صار. ايه في كل الالوان هلا عندي انا عندي البني عندي الازرق عندي كل الالوان تقريبا. هيدي القماشة المخمل هيدا المخمل الثقيل الحرير مع هيدا هون جلد اذا لو سمحت. بخلو جلد هون. نعم هيدا جلد دوري بعدين الشكل اللي عليه البرونز. حتى طريقة الشغل بنقدر نشوفها قديه مرتبة. الفينيس. نعم الفينيساج كثير لانه الست كثير بهمها وخاصة شيء مشغول على الايد. نعم. سلام مزبوط. هيدا صالون تبع هيدا شومان للدريسوار وهيدا الصالون كل الطاولات الصالون. نعم. مثل ما قلتي اللي بيبقوا اصغر كثير حلوين. قد ايه بتجربي تنوعي بالستايل تبعك سلام؟ يعني مثل ما كنت عم بحكي بالبدايه في بيوت منا مودرن هيك كثير كلاسيك بتصور بيلبقوا لها هالستايل بس كمان في بيوت مودرن بحبوا اذا بدك هالشغل هالنوع من الشغل. ايه في نوع ثاني للمودرن بشتغل فيه مش هيك بيكون القماش مغير طريقة الديزاين مغيرة وطريقة الشكل مغيرة. شو اللي بيختلف مثلا هونيك شوي مودرن المعنى المو لا مش مودرن شوي اكثر من الهيدا بيلبق مع المودرن شوي بس بضل انه كلاسيك اكثر كلاسيك. ايه بتجرب تنوعي بالستايل. ايه نعم المودرن ما بنحط له هيك شغلات
ما بتدخله شك يعني قصدي؟ بندخله بس مش بهي الطريقة، هيدي قليل ما بندخله إياها. قليل ما بتدخله إياها. أوكي، هون نقدر نشوف كمان هيدا اللون كتير حلو، هاللون كمان سلام. وآخر بيس معنا قبل ما كمان عم نشوف كل مفتوح هيدا الشيء، هيدا شيء للمودرن، هيدا مودرن تقريبا بس مودرن بس فيه شغل كتير. ايه هيدا مودرن، يعني قصدك ما كتير فيه شك، ما كتير فيه نوعية ديزاين واحد او اثنين بس للمودرن. طب قديه فينا نتحكم بالالوان سلام؟ مثل او ما كتير بتساعدك؟ مثل ما بدنا، اي لون فيك تشتغل عليه. تفضلي سلام، فيك ترتاحي بعد ما عملنا هالجوله على هالشغل الحلو. سلام، دائما بتحاولي يكون في افكار جديده، لانه سبيشلي بهالعالم ما في حدود. انا بحس اكيد هيدا ما في، كل يوم بيطلع لك موديل جديد، بتصير اوقات تلاقي حالك انك بعدك انت مؤخره قد ما في، عم بيصير في اشياء جديده وين ما بتروحي. اوقات انا بكون مثلا بمحل بشوف موديل بيعجبني بشتغله لو كان مش انا عاملته يعني. شو سر نجاح هالمهنة أو هالمصلحة؟ حبيها. وليش حبيها؟ إذا حبيتيها بتشتغل بتبرعي فيها. وإلا سيدات بحبوها بيطلبوها كتير كتير كتير، وبيبقوا عم يتطلعوا فيها من قلبهم لأنه مشغولة هالقد بدقة وبتأني. سلام، في حدا بيساعدك من ناحية تنفيذ القطع ولا لحالك كل قطعة أنت بتنفذيها؟ لا، في معي موظفين اثنين ثابتين عندي، وفي عندي ناس مثلا بيشتغلوا برات المحل وبيجيبوا لي، مثلا بنت خالتي بتشتغل لي الكروشيه، اوكي، حدا تاني بيشتغل دانتيل بروتون، كل واحد يعني بيشتغل شغله. او قد ايه المناسبات يعني هلا نحن قادمين على اعياد، قد ايه هيك مناسبات بتخليكي بعد انك تعطي افكار جديده مميزه بهالمجال؟ ببقى محتاره وعتلاني هم وبدي اعمل وبدي احط 100 موديل بدي اعملهم، يعني ببقى مشغوله ليل ونهار انا ونايمه بوعى، بكون بدك دائما يكون في موديلات جديده. رح تشارك بمعارض سلام او مش كتير؟ انا كنت شارك كتير بالاول بس هلا بما انه عندي محلي ما عم شارك كتير لانه بصير بدي سكر محلي. لو عندك حدا بالمحل غير ما تكوني انت غير موجودة. ما تكوني متواجده اكيد. سلام بدون عناية خاصة يعني، كل ست عندها هيك قطعة عندها بالبيت مشغولة بهالطريقة وبهالحرفية لازم تهتم فيها حتى ما أي خرزة يعني ما توقع ايه لا مش هلأ كل الخرز المشغول ممكن يعني عاملينه منيح. هلأ في شغلة انه بس تخلص انه بدها تضبهم كل موسم، نحن بنعطيها كياس قماش لقلهم كل قطعة بقطعة بس تخلص متنفضها يعني وبترعب ضبها، إذا بدها بتغسلها غسيل عادي. غسيل عادي. سلام، نحن كتير استمتعنا بوجودك معنا، حبينا نتعرف أكثر على شغلك المميز كتير، وخصيتينا كمان بهدية رح نشوف مين رح يربحها وبنشوف كمان الهدية مباشرة على الهواء معك جويس. قبل البريك كنا مع الضيفة لميا يلي مثل ما ذكرت حبت تخص احدى سيدات سيتي سنتر بهالساك. بما انه كانت معنا منى، كيفك هلا؟ ماشي الحال. عملت شوبينج؟ اي اكيد. شو جبتي؟ اشتريت بلوزي تلبق مع هالساك. اكيد. هلا كنت عم تقولي تحت الهواء انك اشتريتي وحده تايجر. عارفه انه بدك تعطوني تايجر انا. نحن حبينا بما انك انت معنا ببدايه الحلقه حبينا كمان نخصك بهالكادو من تقدمه لميا. اهلا وسهلا فيكي منى. اهلا وسهلا فيكي. في عنا كمان ضيفتنا سلام كامل. في عنا هديه ثانيه، خلينا نشوف من نصيب مين رح تكون. في شاب هونيك انه اكيد رح يهمه هالكادو، خلينا نشوف وين رايح. بونسوار. بونسوار. كيفك؟ تمام، كيفك انت؟ شو اسمك؟ سعد. اسعد. سعد الدين عبد. سعد الدين. سعد، اليوم شو حجزت سينما ولا شو رح تعمل؟ ايه. شو رح تحضر؟ كاري. حلو كتير. طيب ضيفتنا سلام كامل حبت تخصك لك لانه انت كنت موجود معنا هلا بهالكادو، خلينا نشوفها. حبيتها؟ ايه. هيدا تتعلق على الحيط صح؟ من هون معروف. حسيت جيدة او هيك. ايه. لا اتس نايس ثانك يو. هيدي كلها شغل ايد على كل حال يعني. نعم حبيت. اهلا وسهلا فيك سعد الدين. شو رح نعمل هلا؟ رح نروح لعند ساشا ولا رح نرجع بريك؟ رح نروح لعند ساشا. حبيت.
ألف مبروك الربح الهدية. هالقطعة كمان مميزة، بتصور لو ست كانت انبسطت أكثر. ما تقولي لي صح؟ سلام، شكر كتير كبير لحضورك معنا، وثانك يو على الجفت كمان خصيتينا فيها، وإن شاء الله دايما هيك بنواكي بكل أفكارك الجديدة. أهلا وسهلا فيك، شكر كتير كبير لألك. Thank you so much. طيب نحن كمان من عالم الارتيزانا وهالعالم الجميل الغني بالديزاين، نحن متابعين بفقراتنا، وإذا عندكم كمان أي مناسبة أو عيد ميلاد ومحتارين شو بدكم تهدوا، ضيفتنا هي متخصصة بهالمجال. أنا تعرفت عليها لاحظت إنها صبية صغيرة، لهيك شوي استغربت قديه دقيقة كمان بعملها. خلينا نتعرف أكثر على ويبينج كريم، وهو عنوان جديد ممكن نقصده، ونتعرف أكثر على كل الحلويات اللي ممكن تقدمها ضيفتنا اللي رح نستضيفها بهالفقرة ميليسا زخيا. نستقبل ميليسا معنا، ولكن ميليسا عم بتجيب الكيك هلا، عم بتحضره ليكون موجود عنا على السات. ميليسا نشيل شوي الارتيزانا. اوكي، اكيد دايما نحن متابعين معكم بيروت سيتي سنتر. ميليسا مرحبا، كيفك؟ جهزوا الكيكس خلاص، صاروا جاهزين. فليسا خبرينا عن ويبينج كريم، كيف بلشت الفكرة؟ معلش اوكي، اكيد ميليسا رح ارجع اطرح عليك السؤال، لكن زبط الصوت عنا يمكن في مشكله تقنيه، ولكن رح نتعرف اكثر على ويبينج كريم، وحسب ما عرفنا ان هي حلويات صحيه تقدم للاولاد. اكيد نحن ما بعرف اذا صار الصوت جاهز معنا، سامي لو سمحت نسمع ميليسا. اوكي ميليسا، مره جديده خبريني عن الفكره بالبدايه. هي بلشت بس كنت تفضلي. اوكي، بس كنت صغيره، كنت كثير حابه انه اكون بالمطبخ مع امي، هي عم تعمل كيكس، فشوي شوي طورتها للموهبه وصرت اعمل ريسيرش اكثر وطلعت بالفكره هيك انه اوت اوف نو وير. يعني هي خاصه للاولاد او ما هي للاولاد ولا انه حسب التايم؟ يعني في لاولاد، في لباتشلر، في لانجيجمنت، بيرث دايز كمان اكثر شيء. بس عم نحكي حلويات ايميلي صح؟ مزبوط، بس كيكس مزبوط. بس انا استغربت انه شفتك صغيرة صبية، مين علمك أكثر إنك تحضري هيك نوع من الحلويات؟ إنه هي إنه عم بقول لك إنه وقتها كنت صغيرة وهيك، إنه أمي كثير بتحب تطبخ، وإنه إتس فاميلي ثينج يعني، وشوي شوي إنه تطورت وهيك إنه صار في عندك نكهات خاصة فيك، دائما بتخترعي وصفات غريبة عجيبة. لا مش ما في شيء إنه أنا إنه عملته، يعني ماي كرييشن. إذا بدك الديزاين إنه أنا أيام أنا بخترع يعني، بس انه في عندك هيدا الريد فيلفت، هيدا اكثر شيء بيطلبوه، واتس هيك انه سبيشال يعني، مش كل البيكريز عندهم اياه، فانه الشوكلت اتس عاده يعني. وحبيت الديزاين على الشوكلت كمان كورني. هلا بتدوقيه. ميليسا قد ايه بتحاولي دائما يكون في كرياتيفيتي؟ لانه الشكل كثير مهم، خاصه اذا كان في مناسبات، ما بنحب يكون الكيك كثير سمبل الا ما يكون مزبوط. كمان في ديزاين حلو. مزبوط، انا اول ما بلشت عملت اكستنسيف انه ريسيرش عن هذا الموضوع، وقت عملت مثل ايفنت تيستينج عملت كثير، ركزت على الديزاين وكل شوي كرمال هيك بس انه لجدد يعني، لان مش معقول ضلنا على ذات الديزاينز، كل شوي عم بعمل تيستينج جديد. انا هلا بجانفي مفروض كمان اعمل تيستينج جديد. حلو، كمان كب كيكس ممكن يكون بس كيكس اوكي. حبيت هيك بس ركز على كيك. معقول ما بعرف تتطوري بالافكار بعدين اكثر. طب العروس لها حصه كمان بويبينج كريم؟ مش هلا، يعني نوت فور ناو، انه بعدين بركي، انه لانه بتعرف انه الويدنج كيك بيكون كثير كبير وكثير لايرز وبده كثير شغل، بس انه بركة ايه بعدين انه ليش لا، بس تاخذ خطبه او باتشلر. كنا عم نشوف اكيد الصور عم تمرق على الشاشه. ميليسا بتزوري معارض خاصه بالحلويات او بهالفن تحديدا حتى تاخذي افكار جديده او لا؟ ايه اكيد بزور معارض، وكمان وقت اسافر بجرب قد ما في اروح على هيك مثل بيستريز وهيك لشوف افكار وهيك يعني، بس انه بركي كمان on a later stage بركي اشترك بمعارض كمان for food يعني. بحس بتعرفي بس كون عم تحضري كيك للاولاد بيكون اصعب،
لأنه لازم يكون كمان ملفت وخارج هالعمر فيه كله ألوان. مزبوط. ما بعرف تلاقي أصعب أنك تعملي كيك خاص للأولاد إذا كان في أي مناسبة عيد ميلاد؟ هو مش أصعب لأنه الأولاد بحبوا أنه حيالة شيء على شوكولات بحبوا. بس أنه إيه أكيد أنه بالديزاين في أنه أكيد أنه بيفرق يعني. بالنسبة للطعمات ميليسا أنت بتجربي عادة الطعمة قبل؟ بجربها بالبيت. مزبوط بجربها بالبيت بعزم أصحابي أصحابي عم ينصحوا من وراي بس إنه توثق فيهم مع أنه بتعرفي إيه. عادة المختص بيعرف الطعمة دغري. مزبوط. على اللي بحب الحلو وشو ما كان بلاقيه طيب. إيه مزبوط مزبوط. لا بس إنه أول شيء إنه بشوف أنا يعني أول شيء إنه إذا طيب بعدين إنه باخذ رايهم يعني مثلا اذا كثير اتس تو سويت اذا انه بده فيه بتر ايه اذا هيك بعدل يعني. طب والشغل كله بيصير بالبيت عندي؟ بالبيت مزبوط ايه انه لانه اتس هوبي اتس اون ذا سايد يعني بعد انه ما عندي بلانز انه كبير انه هيك عملتها هيك سايلنت شيء يعني على بطل سايلنت ايه مزبوط علنت. ميليسا ممكن لاقي كيكس على طبقات لايرز او إيه بس أكيد. بلا هلا اصلا هيدا عم بتشوفيه انت بتشوفيه لاير واحده بس هو ثلاثه هو هيدا فيه ثلاثه وهيدا فيه تو لايرز وحسب انه الشخص يعني كم بيرسون عنده بالايفنت تبعه بيقول له وبكبر اللايرز يعني اكيد كل ما كبر الكيك بلايرز كل ما بيطعمي اكثر عدد اشخاص اكيد بتاخذي بنوع الاعتبار شو نوع المناسبه المدعوين اذا كانوا كثار حتى شو نوع الايفنت يعني حتى على اساسه بتختاري اي كيك مزبوط. مناسب كمان مزبوط انا بنصح العالم اول شيء انه شو هن بيحبوا بقول لهم شو عنده فليفرز وبعدين انه الزبون في هو يساعدنا مثلا يقول انه بدي مثلا كيك على شكل ما بعرف انه ملفت للاولاد او هيك انه في اذا ما بعرف بالصور في انه هي كانت the mother يعني of the child كانت عم بتقول انه بدي شيء خاصه بالكلون فانا جرب اعملي له هيك فانه كل وقت انه اتس كاستمايزد يعني. صح بتكون سبيشل لها لكل كلاينت. ميليسا باخر فتره صرنا نشوف الكيك بتصير بتطلع بتفكري انه هذا كيك مزبوط انه بيتاكل ولا لا عرفتي بحسه مشغول كثير بطريقه انه ما خرج تقربي صوبه لهالكيك انت مع هذا الشيء ولا لا انا لاحظت فيه سمبلسيتي بال ايه مزبوط انا انه قد ما في بخفف استعمل اول شيء كولوران وقد ما في قصص كثير فيها شوجر يعني الفوندان يلي على الكيك وهيك قد ما في بقلل انه نستعمله لانه ما بيتاكل وكله سكر فانه كل شيء يعني كل شيء ادبل هيدا عليه حتى هيدول الفلاورز هول كلهم ادبل واتس كريم تشيز يعني مش انه فوندان بس سكر وباتر يعني بتاخذي بعين الاعتبار كمان يعني الطعم والديزاين والانجريدينتس انه مش هيك حيلا انه عم بحط شوجر بيست عليه للكيك ممكن تنفذي بعض الشخصيات كمان على الكيك يعني بنشوف بيرسوناج على الكيك او لا بعد شوي صعب شوي بس انا بالنسبه لي هيدا اصعب شيء يعني كيك لحاله يتحضر صعب. ميليسا انت موجوده شيء على الفيسبوك تويتر بنقدر نشوف كل الكيكس اللي انت بتحضريهم على الفيسبوك عندي كل الكيكس اللي بعملهم بصورهم وبحطهم وحتى كمان انه كل الكلاينت بيطلب من عندي بيطلب منه انه يبعث لي صورته انه هيك just to share the moments مع البيج يعني وقبل بقدي لازم الشخص يوصيك اذا عنده قبل بثري دايز two or three days بيومين ام ثلاثه مش كتير هلا اذا كان الايفنت مش كتير كبير ايه مزبوط يومين ثلاثه انه هيدا اون افريج يعني مفروض بس انه اذا بده مثلا اكثر من كيكس اذا بده مثلا ثلاثه كيكس وهيك اكيد انه لازم يقلها من قبل وقد ايه لازم يكون بيوثقوا كمان اكثر فيك ميليسا لانه بتعرفي في اسماء كثير كبيره بعالم الحلويات ولكن اليوم از شخص لحالك يعني وبالبيت عم بتحضري هالكيكس لازم كمان الناس توثق بهيدا الشيء هي عاده انا انه ماي كلاينتس بيكونوا فريندز اوف فريندز يعني لانه بعدني مش انه انا بيجر سكيل مش كثير اخذتيها كمهنه مزبوط يعني لو اخذتها هي كمهنه كان اكيد بشتغل على غير كان بعمل اكستنسيف ماركتينج او هيك بس هلا بعدني كثير بريماتشور ستيج يعني فانه كل الكلاينتس تبعي فريندز اوف فريندز وبيكونوا اوريدي ضايقينهم يعني او انه سامعين عني انه كثير طيبه
اكيد لازم اجرب ذوق ميليسا. انا استمتعت كثير بحضورك معنا وكل التوفيق لويبينج كريم. مثل ما قلت لك يعني بعدك اختيها هوايه بس ان شاء الله بتصير كمهنه لانه حلو الانسان يعمل شيء بحبه وبيبرع فيه. ثانك يو سو ماتش ميليسا, اهلا وسهلا فيك. رح نتوقف دقيقه قليله مع الاعلان وبنرجع منتابع باقي فقراتنا, وبعد الفاصل جمانة بدور رح تكون بضيافتنا, وكثار من الاهل بيقعوا بهالمشكله. خلينا نقول بنحضر غرفه الطفل ولكن هالطفل بس يكبر بدنا نسيبها نعدل فيها. اليوم جمانة رح تفيدنا بالتفاصيل, تابعونا بعد الفاصل. تابعين ببيروت بفقراتنا, وبدنا نحيي كل عم بيتواصلوا معنا على تويتر وعلى فيسبوك. وبتعرف جويس امبارح كنت عم بقول ليلة امبارح كانت مش عادية بعد اعلان فوز دبي لاستقبال معرض اكسبو 2020 صح. الدولي, وهيدا عن جد فخر كتير كبير. ما بعرف اذا تبعت الاحتفالات اللي صاد برج خليفة وكل هال صراحة شفت هيك اذا بدك شفت صور شوي اكتر من اني تبعت الموضوع, بس اكيد يعني مثل ما ذكرت هي فرحة كتير كبيرة وهذا فخر يعني عن جد نحن كثير كثير سعيدين بهالانجاز يلي اكيد. وتشوفي كمان بتعرفي كل شيء هلا صرنا عم نقول اتس اباوت سوشيال ميديا, يعني على تويتر كيف ما كنت فوت شوف تعليقات كل الناس قد ايه تتواصلي مع كل الناس ب مضبوط شعرت بهالفخر وبهالفرحه لدرجه تمنينا نكون موجودين بدبي ونحتفل مع كل اهلنا بدبي. فتحياتنا لكل عم بيتابعونا من الدول العربيه, وان شاء الله نحن دائما ببرنامجنا بنغطي كل هالاحداث وهالمناسبات اللي بتكبر القلب ودائما الفرحه مثل ما بيقولوا. جمانة اليوم خاصتنا موضوع كثير مهم وهو له علاقه بغرفه نوم الاطفال. 100% انت ام كمان عن جديد جويس, قد ايه اخذتي بعين الاعتبار غرفه جاستن؟ بتعرفي موضوعنا كتير حلو ساشا. أنا لما حضرت للأوضة فكرت مثل ما اليوم رح نحكي, فكرت ما بدي كتير مع جمانة ما بدي كتير إنه أعمل أوضة كتير للولاد حتى يقدر يستفيد منها بعدين صح. فهذا الموضوع اللي رح نحكي اليوم مع جمانة, بس قبل ما نتوقف مع جمانة خلينا نرجع نشوف كيف احتفلت دبي صح. بإعلان فوزة. هذا كان مشهد برج خليفة فور إعلان نبأ فوز دبي بمعرض 2020. دبي خطفت النتيجة من إيكاترينبرغ في روسيا, ساو باولو في البرازيل, وإزمير في تركيا. صرحت ريم الهاشمي أن دبي مدينة تستطيع استقبال العالم, ووعدت أنها ستكون تجربة لا تنسى. يجدر الذكر أن إكسبو 2020 ستشكل دفعاً لمدينة دبي يساوي 23 مليار دولار قد تتوزع على مختلف القطاعات. مبروك لدبي التي هي أول مدينة عربية تخطف الاختيار بعد أن كانت شانغهاي سابقاً وميلانو هي القادمة في 2015. مثل ما ذكرنا أنا وساشا غرفة نوم الأطفال بس يكبروا بنحتار كيف بدنا نخليها ترجع تتماشى شوي مع عمرهم. عن هذا الموضوع رح نحكي مع المهندسة الداخلية جمانة بدور. مصار جمانة نعيما مايك بليز خلينا على الميكرو تقدر نسمعك. كيفي؟ ماشي الحال, كيفك انت؟ عذريني اذا عم تنفس بسرعة, عرفت المول جمانة. خلينا اليوم مثل ما ذكرت بدنا نحكي بيفور وآفتر مزبوط. عن غرفة نوم الأطفال صح. عملنا جولة بجاليري جويس وحبيت فرجي المشاهدين ميك أوفر لغرفة نوم أولاد صغار بالعمر وكيف فينا نحولها من دون ما نغيرها بشكل كتير كبير كتير كبير, يعني من دون ما نزيد أوضة إذا بدك ونحط بدون ما نتكلف كمان كتير exactly. شو هن التبس وشو هن النصايح هلأ بنحكي عنهم سوا. طيب خبريني غرفة نوم الأولاد أول شيء شو الأمور الأساسية اللي لازم تكون موجودة فيها؟ هنشد لازم اتنا إذا بدنا نحكي عن غرفة نوم أولاد صغار يلي بدنا نشوفه أول شيء هو مساحة للعب أوكي. الخزانة تكون
بتساعد كل متطلبات الولد او البنت، خاصه بعمر صغير الالعاب كمان غير التياب. صح، ولما يكون بعمر صغير ما بحاجه لسبيس كتير كبير، حتى الاسباسمون بين الرفوف مش ضروري يكون كتير كبير لانه حتى التياب قطعهم صغيره. كتير انا بشدد انه يكون في مساحه لعب بالاوضه، سجاده العاب عليها، ما نخلي كل شيء محشور فوق بعضه بالغرفة. بدنا نفكر كمان إذا أمكن بكنبي، لي الكنبية يلي بتفتح وبتصير تخت، لحتى إذا حدا من الأهل بده ينام مع الولد يكون هالشي متوفر. لازم نزيد أكسسوارات بتتناسب مع عمرهم، وأنا دايما بنصح أنه مش أنه إذا غرفة بنت تكون كلها زهرية أو إذا غرفة ولد صبي تكون كلها زرقة، يعني نجرب نلاقي أشياء تلبق مع اثنين، تلبق للاثنين ونعملها بشكل ذكي شوي وشكل عملي كمان. صح، أكيد قبل كل شيء. رح نتوسع أكثر موضوعنا جمانة، ولكن نحن توجهنا على ID Design وصورنا before and after. صح، خلينا ناخد التفاصيل بهالتقرير ومنتابع. نحن اليوم موجودين بغرفة للأطفال الصغار نسبياً بالعمر. هلأ بدنا نشوف كيف بدنا نحول هالمساحة يلي هي مخصصة لولد أو بنت بعمر صغير، نحولها من دون ما نغير كتير كتير بالإليمان الموجودين لغرفة بتتناسب أكثر لعمر ولد أو بنت بعمر المراهقة. أول شغلة رح نعملها الخزانة، يلي هي خزانة ل ولد صغير أو بنت صغيرة، بدنا نستبدلها بخزينة أكبر مع مراية حسب متطلبات وحاجيات الفتاة أو الشاب يلي رح يقعد بهالأوضة. الكنبي اللي رح نستبدلها بديسك مكتبي لحتى يقدروا يدرسوا عليها مع إنارة متناسبة معها. الإنارة تبع الأوضة كمان رح نغيرها بنوع تاني كمان بتلائم مع جو الأوضة، رح نفرجيكم كيف. إذن بهالتعديلات الخزانة صارت عندي أكبر، فيها نص مراية لحتى تكبر مساحة الغرفة. الحيط مثل ما انتبهتوا اندهن، صار لون رمادي شوي فاتح. زدنا تابلويات يلي هن شوي ستيل تين ايجر ستايل. الكوشنز ومنلاحظ هون انه في فلاج اللي هن كتير دارجين هلا كل شيء خاصه بلندن جريت بريتن. الالوان هن الاحمر الازرق والابيض. تاتش الجراي بعدها موجوده كمان من خلال التكيات. انزيد الديسك مع الكرسي واللامب الصغيره يلي عليه. واخر شيء شلنا البوف الفلات وحطينا بوف ستيلها شوي بيختلف مع سجادة كمان ستيل هيك أنعم. وبهالتغييرات صار في عندي غرفة بينبسطوا فيها أي صبية وشاب، لأنه الألوان والجو والأكسسوارات كلها بتتناشى مع عمرهم، وأنا أكيدة أنه رح يكونوا كتير مبسوطين فيها. يعني غيرنا الخزانة، غيرنا بابي با عملناها طريقة مش ولادية، غيرنا الكوبريني، عملنا دهنا الحيط، دهنا الحيط بلون مختلف كليا. اوكي، اكيد الكوبريني والشراشف وكل الاكسسوارز لحقت العمر الاكبر يلي هو عمر مراهقة لبنت او شاب. وطبعا استبدلنا الكنابيلي بديسك والاشياء الثانية اللي شفناها بالتقليد. بس الخزانة لازم تكون اكبر، غيرنا الخزانة بيكبر غراضه 100% وحطينا كمان. واذا انتبهتي ساشا الخزانة اللي نقيتها كمان الى مراية، لانه بصير ان كان صبي او شاب بدهم يطلعوا حاله اكيد. صح صح، يعني انتبهنا على كل هيدول الديتايات. طبعا راحوا الالعاب، صار في حتى البوف مريحه اكثر للي يقعدوا. وهون مبدا المساحه تبع الغرفه لها اهميه طبعا، لانه اذا في محل اكثر فينا نزيد كمان كنبايه او قعده لما يستضيفوا اصحابهم بيقعدوا سوا. بتصور بتعرفي جمانة الصعوبه اذا المساحه مش مساعدتنا كثير، يعني اذا المساحه كانت كثير صغيره ما قادره هالقد تتصرفي بحريه وتقدري تغيري. مظبوط، هون بيجي مبدأ التحدي بالنسبة لنا كديزاينرز ومهندسين. يعني أنا بالنسبة لي ما في شيء مستحيل، كله حسب الدراسة يلي بتعمليها،
كيف بتوزعي المفروشات بالغرفة وكيف بيتم دراستها لهالغرفة. كتير مهم انك تقدري تحطي كل حاجيات ان كان ولد صغير او مراهق او مراهقة بقلب الغرفة، مش يكونوا موزعين على اكيد قد ما كانت صغيرة او كبيرة. صح. اكيد اكيد. طب جمانة، شفنا شغلة كتير اساسية بالأوضة للمراهق اللي هو الديسك تبع الدراسة. اكيد. قد هيدا الشيء مهم؟ هيدا أهم شيء أنا بالنسبة لي، لأنه الديسك بالنتيجة مش رح يستعمله بس حتى يدرس، في وقت للدرس، في وقت للاسترخاء واللعب يمكن قدام الكمبيوتر، حتى وقت يجوا أصحابهم كلهم بدهم يتجمعوا. وسأليني أنا من ابني بيكون صار فيه جروب بالأوضة وكله قاعدين على هالديسك، سو كل ما كان أكبر وأطول كل ما كان أحسن، بيقدروا يرسموا إذا كانوا كرياتيف قدام الكمبيوتر مثل ما قلنا، إن كان درس أو كل هالأشياء يركز أكثر كمان بيقودة لحاله. أكيد أكيد. شوفي، أهمية أنه يكون الولد عنده غرفته لحاله كتير مهمة. طبعا هيدا الشيء كمان مش متوفر إذا ما في عدد غرف معينة بقلب البيت، بس إذا متوفرة بتساعده على الاستقلالية، وطبعا مش عشرت يضلوا قاعد ومسكر باب اوضته على حاله، يعني في كتير عوامل بتدخل، بس انه يكون في عنده غرفة مستقلة له او لإله كتير مهم. هلأ بدي ضيف تفصيل صغير بالنسبة للغرفة اللي شفناها بالتقرير. انا يمكن اشتغلت اكتر على مبدأ غرفة شاب اكتر من انها تكون غرفة صبية. اذا عم نحكي عن تين ايجر صبية، لازم انه ما ننسى نزيد الكوافوز بالأوضة مع المرأة، لأنه هيدي من أكثر الأشياء يلي البنت بتهتم بحالها. يعني حلو يكون عندها ديسك للدرس، بس بنفس الوقت يكون في مثل طاولة صغيرة مع مراية، وهون بقى الأزواق ما بتخلص، يعني عندك المرر مع اللامبس حواليها مثل الستار لامب أو كوافوز. عندك عدة ديزاينز وأوبشنز لهالكوافوز، بس كتير مهم إنها تكون متواجدة وموجودة. صح، أكيد. حتى بالنسبة للخزانة، مثل ما منعرف متطلبات الفتاة أكتر من الشاب، يعني لازم يكون عندها محل أكتر كمان للتياب والكوليفيشة والأكسسوار والشول والشوز وكلهم ببلشوا من عمر كتير بكير خاصة مع هالجيل. صح. هيدولي كلهم، يعني نحن بالتقرير فرجينا أكتر أوضة بتتماشى مع تين ايجر شاب. بس كمان شددتي على الإنارة، قد الإنارة كتير مهمة خاصة بغرفة نوم جمانة. كتير. وأمرار كمان لون الطرش، يعني أكيد. لون الغرفة، الألوان كتير مهمة، يا بتريح أو 100%. إذا بدنا كمان مرة نفوت بالزهر وبالأزرق حتى بعمر كبير، خلص بيكونوا هني ملوا منهم هالألوان وبدهم يحسوا أنه كبروا وصار عندهم استقلاليتهم وهيك، دونك ما لازم نروح صوبهم. بنفس الوقت الإنارة، وهون أنا بدي أعطي نصيحة صغيرة لكل الأهل، أنه على طول يفكروا أنه يحطوا لامب لحد التخت، لحتى نضلنا عم نشجع أولادنا حتى بعمر كبير على القراية. القراية شغلة عم تنقص مالوغوزمون هلأ أكتر وأكتر، دونك خليها النايت لامب يلي هي حد التخت تكون موجودة، حتى إذا هني دولي سوبربوزي فوق بعضهم بغرفة واحدة لولدين، يكون في تحت وفوق اون بتيت لامب، لمبة صغيرة لحتى يقدروا يقروا، ونضلنا نشجعهم نحن على ممارسة القراءة قبل النوم. مزبوط. جمانة، ذكرت ببداية اللقاء أنه بتفضل الأوضة لما يخلق البيبي ما نعملها كتير ولادية حتى يقدر يستفيد منها بعدين. خبرينا كيف فينا يعني كيف هي الطرق المضبوطة حتى نخلي الأوضة بتتماشى مع العمر الكبير، غير انه بنبعد عن الزهر والازرق. هلا قبل كل شيء اذا بدنا نحكي كاساسيات، فينا من الاساس ننقي لون غرفه يكون نيوترال، يعني اذا حكينا بالالوان الترابيه او البيج الاكر الجراي الجراي الفاتح او شوي اغمق، كلهم هيدول ممكن حتى اذا كان الولد بيبي انه نضيف الالوان على هالغرفه من خلال الاكسسوارات، ان كان كوفروليات كوشنز العاب كادرات صور بينتينجز او رسومات عاملينهم الاولاد هن بايدهم. البيستاشيو بيعتبر
البيستاش بيعطي كمان انه مش صبيانه بشير، انا عامله صح. لا عامله صح، برافو عليك. الوان باستيل يعني ممكن والاصفر كمان مزبوط 100% لصبي او لبنت. انا على طول بقول انه نقي لون ما يكون ولا لصبي ولا لبنت. أوكي. وحتى اذا مشينا بهالاتجاه وقتها يكبروا بضل فينا نكون محافظين على هاللون الحيطان، وفينا نزيد ساعتها بننقي حيط واحد نخربه بطريقه ناعمه لتسكت الذات واي بتحط عليه وول بيبر بابي بان. وهون ساعتها فيك تجني انت بشوال بابي بان وشغلي كلها سوا بتاخذ نص ساعه. دوك بتكوني انت حافظتي على الاساسيات وضفتي لمسه زياده لحتى تخلقي هالجو الجديد. صح، وفي اشياء يمكن كثير صغيره، يعني انا ما كنت عم ببرم بتشوفي ماسكات الخزاين يمكن فوتبول او ورده فيك تستغني عنهم هدول، بتعملي ماسكات عاديه بتمشي بعدين. صح، لهيك كتير مهم انه درفة الخزينة تكون معمولة بشكل سمبل، يعني صح. مش حدا يجي يحط لي حفر دينتين ميكي ماوس على الدرفة خلص دقيت كل الحيط بدك تضطر تغير الخزينة. حتى بالتقرير يلي شفني اللي شفناه وطبعا بمساعدة اكيب اي دي ديزاين التخت يلي نقيني بقي هو زيته اذا صح بس غيرنا الكوبري والسجادة يعني فينا نتركها هي زيتها في حال ما كان عليها رسومات كارتونز او اشياء من هالنوع. كانت دونك هون بترجع الشغلة للأساس شو بتنقي انت بالهيلثي. طب جمانة سؤال أخير، التي في بقلب الأوضة هل انت مع ولا ضد؟ أنا بالمبدأ ضد، بس خاصة للأولاد يعني أو بس ما رح فيك تزمتي منه، يعني اذا ضليتي انت عم تفرضي وهرتك لحد اكزاكتلي لحد ما صار العمر الولد او البنت 9 سنين و10 سنين على 12 مثل الشاطر رح تحط التي في بالاولى. لكن بس لنعمل له حساب، بدك تعملي له حساب. انا على طول بقول اصلا بدك تحسبي مضبوط لعم تحكي ساشا، بدك تحسبي محل التي في شو لكن وبدك تعملي الحسابات حتى بالنسبه للكهرباء، مش بس تي في، تي في وكمبيوتر وكل الاشياء الالكترونكس يعني مضبوط صاروا على الانترنت كل شيء. مثل ما كانت عم بتقول ريما بطلوا بحاجه لتي في، مين عم يحضر مين عم يحضر ليك بضلوا وقتها تفوت الوي والبلاي ستيشن وهالخبريات كلهم على بعضهم مضوا محل بالاوضه. جمانة اهلا وسهلا فيك، كان موضوع كثير حلو، بنشوفك ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. ثانك يو، اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا رح نتوقف مع بريك وبنرجع مع سيفين صمدي. عن المشاهير وأزياءهم بحفل American Music Awards بنسخته 41 رح نتناول هالموضوع أكثر مع ضيفتنا سيفين صمدي. أهلا وسهلا فيك سيفين. سيفين جاية حاضرة حالها وجاية. سيفين على الميكرو لنسمعك. سوري ضايعة شوي اليوم. كيفك سيفين؟ كثير حلو الكالر اللي بستيعه، حبيته كثير، حبيته. ثانك يو، ثانك يو سو ماتش. كثير حلو الميك اب، عملته بنصيحة جماعة الماضي. ايه او لا هيك غيرت الالوان شوي، حطيت الميدي على ايه هيك اشياء. كثير حلو، ثانك يو سيفين. اليوم الحلقة كثير مهمة خاصة بهالفقرة، بتعرفي دائما بنشوف على الريد كاربت كيف بتكون اطلالة السليبرتيز، ولكن قبل حنتوقف مع تقرير وهي عن ازياء اللي اعتمدت لبطلة فيلم هانجر جيم كيتنس. خلينا نشوف هالتقرير ونرجع منعلق عليه. جيمز أطلق منذ أيام في دور السينما يفجر شباك التذاكر بأرباح نهزت 307 مليون دولار عالميا، وتحولت البطلة كاتنس إلى رمز الثورة ضد اضطهاد حكومة الكابيتول، ولكنها تحولت الآن لتتخطى رمز الثورة وتصبح ملهمة الأزياء والموضة. مصممة أزياء الفيلم تريش سومرفيل والتي صممت 16 قطعة لها تطلق تلك المجموعة في الأسواق بما يسمى الكابيتول كوتور بقطع بريتا بورتي تتراوح أسعارها بين 75 و995 دولارا للقطعة الواحدة.
الثياب ليست مريحة، ولكن المصممة تقصدت هذا الأمر للتذكير بالمجتمع المزعج الذي نعيش فيه. تلك التجربة ليست الأولى، فشركات الإنتاج في هوليوود غالبا ما تتشارك مع دور الأزياء في أعمال واحدة، كما حصل في المسلسل التلفزيوني الشهير Sex and the City التي بات علامة فارقة في إطلاق صرخات الموضة من الشاشة الصغيرة. ثم كان هناك مؤخرا The Great Gatsby، والذي استوحى تصميمه من مجموعات برادا وأطلق ستايل خاص غزا المجلات. شو سيبين؟ شو؟ شو رأيك؟ بعد ما حضرت الموفي، ما حضرت الموفي بعد؟ لا ما حضرت ولا الأول ولا الثاني. كان بدي أسألك عن الأزياء لأنه ما تبعته بصراحة، ما حضرته، بس أنه I know it's a huge big deal هلأ كلهم عم يحكوا فيه لهالفيلم، خصوصا when it comes to like fashion and stuff. أكيد حروح أحضره بس بعد ما لحقت. بس تحضر بس I love Jennifer Lawrence على فكرة. I think she's really really great. وطبعا هي on the red carpet, she's always very fashionable. So let's see هلأ شو كيف تطلع بالفيلم. طيب سيبين، عن شو رح نحكي اليوم؟ اليوم حنحكي على الأمريكان ميوزك أوردز اللي مرق الأحد هيدا on the 24th of November. هلأ اللي أخدوا أكتر شيء أوردز هني تايلور سويفت وجاستن تيمبرليك، بس طبعا كمان أخدت أوردز هي ريانا، وان دايركشن، ماكلمور، وراين لويس. بس هلأ بلشنا بالصور. ايه هلأ هون على الريد كاربت حنحكي أول شيء على الفاشن طبعا. This is the fashion segment. فهون عم نشوف جينيفر هادسون لبسة The Mullet Dress لكريستيان ديور. هلا أنا كتير حبيت الألوان عليه، وحبيت الأورنج with the pink اللي جاي هيك من جوا، منشوف هيك a bit of the pink، وحسيت هيك الألوان كتير حلوين عليها. Here عنا هايدي كلوم لبسة فستان لماركيزا. ما بعرف يعني عم بهيك شوي كنت ناقص الفستان يعني هيك جاي فرنج من تحت، من فوق شي من تحت شي تاني. ايه I don't know يعني تخيل إذا هايدي كلوم هيك انه على عليها هيك طالع، يعني بتخيل انه على شخص عادي بيطلع كثير حلو. ايه you know what I mean. بس انه it's a Marquesa dress و يعني هيك I'm a bit confused يعني about not it bad. Not bad, not okay. bad. هلا after it هون عنا ريانا which I loved طبعا، لبسة جان بول غوتيه كوتور. I love this، يعني كثير حبيت هيك انه it's two piece وهيك بنفس الوقت it's quite daring، يعني جرأة شوي لأنه it's two piece ومبين بطنه وجاي هيك شوي شفاف من تحت، بس بنفس الوقت ما في شي vulgar عنه، يعني ما بعرف كيف بدي أفسر. بس حلو بس على ريانا، بس حلو كيف بس على ريد كاربت أو بس عليها شو؟ بلا على بس عليها. بس عليها، لا أنا بحس إنه بيطلع حلو علي هيك. بدك تجربي لأخذ أعطيك رأيي. I wouldn't say no يعني، بلبسه بلبس هالقطعة، بس إيه إنه بدها هيك it needs بدها شوية جرأة. مظبوط. أوكي مين عنا لك؟ after that عنا زوي سالدانا لبسي هون فستان لغولان موغي. هلا أنا أكثر شيء حبيته هو الأكسسوري، لبسي هيك أسوارة. إيه حبيت عليه. I love it. This is my favorite thing. الفستان لقيته انه هيك شوي غريب لانه خالتين a lot of materials مع بعض، يعني في الدانتيل مع الساتان وهيك. هلا هون ليدي غاغا لبسة فيرساتشي، دخلتها بشي غريب يعني كذا على حصان، يعني ما بعرف اذا بتشبه دوناتيلا فيرساتشي اما اذا بتشبه ليدي غوديفا، بس ليدي غودايفا ما بعرف اذا هيك، بس اجت على الحصان ف I don't know. صار بلاستيك. إيه أكيد، بس من تحت في هيك there's two people walking. إيه بس إنه على إيه شكله حلو، الميك اب حلو، شعره حلو، صارت توجه لفيرساتشي هلا. إيه exactly، فعشان عملك ما بعرف she's trying to look like دوناتيلا فيرساتشي مع هيدا الشعر البلوند مزبوط، مبينة كتير بتشبه شوي نو ملا ما بعرف I don't know what she's trying to do، بس إنه فوتتها هيك غريبة كتير كان. إيه ليكي هون مثلا عم بتعمل حصان مش هي أنا دائما في شيء هيك شوي أخوات you know it's Lady Gaga، بس دائما بتلفت الأنظار عن جد. Of course she has to she always has to do something different. أوكي هلا من بعد Lady Gaga عنا كريستينا أجيليرا لبسة فستان لماريا لوسيا هوهان. Of course she looks a lot like هيك it's old Hollywood. هي ضعفت كتير، مظبوط ضعفت كتير، it looks very old Hollywood very Marilyn Monroe هيك، بس أنه it's not my style at all. هلا حسية على طول بتختار هذا النوع من الأزياء كريستينا. إيه I don't know هلا أكيد تحسنت عن قبل من 10 سنين she used to be very trash وهيك، فا okay it's a good step up but still it's not my style. You know it's I don't know ما بعرف it's not my style.
هلا هون وي هاف اما روبرتس لابسه فستان لالونفان كمان ما حبيته كثير، حسيت انه الفستان هيك مبين كثير كبير عليها، انه كانه ذيرز تو ماتش ماتيريال. ما عطيها حق ابدا ابدا، لانه هي شي از فيري كيوت وجسمها كثير حلو، يعني ريلي اي سين هير لوكينج ماتش بيتر. فا اي دون نو. هلا هون عندنا نايا ريفيرا اللي هي اكترس بجلي، ما بعرف إذا بتحضروا غلي، بس أنه it's very famous now as a series. لابسة فستان لمايكل كورس، بس حسيت أنه she's really trying to look like Kim Kardashian. لا ما لقيته هيك، بس حلو، حلو كثير، بس أنه she doesn't need to like copy her this much يعني. I don't know. هلأ هون كمينة زندايا، كمينة actress، كثير 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 حبيت her look. It's by Donna Karan ولابسة shoes للوبوتان. Okay. I think honestly she looks very very fashionable. وما تنسوا انه بس عمرها 17 سنه. ف to be this fashionable this young, اما هي عندها كثير ذوق، اما she has a very good stylist. بس انه هيك لبس مناسب لعمرها، انه يعني انا حبيت. يمكن انه you can say that it looks it's a bit older than her look. خيالت اكبر من هيك. I don't know, it's very fashionable. Okay. انا لقيته. Really. لدونا كان ما فينا نجادلك سيفين بهالمواضيع، ما فينا نجادلك بهالمواضيع، مع انه انا من رأي ساشا كمان. ايه يعني. انه يمكن I understand what you مش لعمره انا حسيته، بس حلو كلوك هيك، حلو كلوك. يا it is. هلا هون عنا كالي اوزبورن لابسه فستان لرامي الي. هلا مثل ما بتعرفوا هي كالي اوزبورن she's part of the fashion police on E channel، بس انه كثير بشع كثير صح؟ الفستان إيه؟ الفستان كثير انا حسيته ردي، خلينا نرجع نشوفها مثل ما كانت قبل. ايه اي دونت نو، كيف كانت ناصحه قبل. إيه؟ لانه بالشو بتطلع احلى من هيك بكثير، بطريقه لبسها بالشو بالفاشن مزبوط مزبوط. انا لقيتها كثير تحسنت كل ما بنشوفها مثل ما قلتي على الفاشن بوليس وهيك، بس هون لقيت انه ريلي منا ظابطه معها ابدا. فا اي دونت نو هو شيز غانا كريتيسايز، بس تعمل الفاشن بوليس، بس شي هاز تو كريتيسايز هير سيلف. اوكي. هلا من بعدها شفنا مايلي سايرس. هلا رح نشوف مايلي سايرس. شوف شو كيف جاني هلا مايلي. لاحظت انه سايره كثير هيك يعني شوي جنون هيك، بس هون بالنسبه لجنونه لا كومبليتلي ديفرنت. لابسه هون هيك سوت لفرساتشي، فا اتس ا نايس تشينج. رايت شوي، انا حبيت محتشم نوعا ما. اكزاكتلي اكزاكتلي، وتش حبيت، حسيت انه اوكي ما كثير مبينه، يو نو انه فيها تكون مين ما كان لابسه هيدا الشيء، بس انه على اي هيك اثبت. هلا هون كمان كيشا، عاده كمان بتلبس كثير اخوات وجلتر وجولد وهيك، يوجولي اي دونت ريلي لايك ات. هون لابسه فستان لمايكل كوستيلو، كمان ما كثير حبيت، بس لقيت انه اتس ا جود امبروفمنت، انه محسنه. You know? هلا هون ليرو ماما لبقت الفستان هيدا اللي جاي من هون اخضر على شعرها، لون شعرها مش مش لقيت كثير بشع ما بعرف صراحه. يعني اي دونت ريلي لايك ات، بس هلا كثير دارج الواحد هيك يلون شعره، مثلا صار كثير دارج هلا الزهر، بس هيك الوان كثير والرمادي وهيك. انا بيستاش يعني انا بحب الزهر، بس انه الاخضر ابدا. هون عم نشوف تايلور سويفت لابسه فستان لجوليان ماكدونالدز. بصراحة I think she always gets it right. دايما بتكون طالعة كتير حلوة، دايما شعرها حلو، ميكب حلو، فستانها حلو، دايما مناسب لعمرها. يعني really she always always gets it right on the red carpet. وحتى Justin Timberlake while he was accepting his awards عطيها compliment، قالها you look great Taylor. Okay. which is a great thing يعني to get a compliment from Justin Timberlake. هون عم نشوف the singers of TLC، ما بعرف إذا بتتذكرون TLC كانوا يغنوا Waterfalls. كتير غلط يعني، كأنه طالعين من ال عم جرب حلل شو لابس ال I don't know it looks like إنه time from a time machine of the 80s. يعني أبدا 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 ما تقدموا بال you know in their fashion ولا شيء. Okay. Here is Nicole Richie لابسة فستان لإميليو بوتشي. حبيتي؟ كتير حبيت. I really really loved it. لا وحتى really فيه فتحات، بس سيمبل وحلو. Very nice. هلا ما تنسوا هي she's very fashionable Nicole. بس لاحظتي سيفين انه اللون الابيض كثير كان حاطط قوه على الريد كاربت. كثير المشاهير اللي كانوا لابسين ابيض. عن جد، مع انه هذا اللون ما كان كثار. It was one of the winter trends. It was a very very strong winter trends. A lot of designers had to hike all looks in white. فا وي كان سي ذس ترانسليتد على الريد كاربت. اي على السيلبرتيز لابسين كله. اوكي مين عنا The last one
هي لا مش the last one sorry. بعد فيه. بعد هون عنا سيارة لابسة لجاي ماندل. هلا هيدا الترند كمان كتير دارج هلا اللي هو هيك it's crochet على شفاف على it's very very fashionable. هلا لقيت إنه هيدا الفستان كتير حلو علي وما بعرف إذا كتير حبيت بحس إنه بيلبق يمكن الموديل تايبس الواحدة تكون كتير ضعيفة. بعد أنحف. أنحف من هيك إيه هي هيك she's too voluptuous في عليها shapes وهيك فما كتير حبيت. هون عنا the younger sisters of Kim Kardashian yes exactly Kendall and Kylie Jenner. Kendall هي الأطول صح؟ كندل هي الأطول. إيه هي أطول بس اثنيناتهم their models هلا طبعا they do reality TV shows وكمان بنفس الوقت their models. I think that they're very fashionable. وأنا بشوف إنه كندل أجمل بكتير من أجمل كايلي وعنده ستايل يعني يمكن بعد بتطغى على كيم. I think so. عن جد معك حق 100% بس هون حسيت إنه اثنيناتهم لابسين حلو. مرتبين حلو إطلاقا. كتير حلو اثنيناتهم لابسين حلو بس أكيد هيديك لأنه أحلى وأطول وجسمه أحلى بينت أكتر. صح مزبوط. You know بينت أكتر. أوكي. Which بعدين جي لو. إيه. جينيفر لوبيز مثل العادة لابسة فستان لزهير مراد كوتشور which I think okay. طبعا الفستان كثير حلو وزهير مراد كثير منحبه طبعا he's one of you know our designers بس انه كنت حبيت هيك شوي تغير لانه دايما نفس عطول نفس الستايل دايما نفس الستايل يعني it's always the same type of dress هيك في عليه a lot of beading شعره هيك انه it's always the sexy siren type فهمت شو قصدي بس كانت تلبس احلى قبل جيلو لانه كانت تغير بعد اختلف الستايل تبعها الفتره I don't know she's always wearing زهير مرادي انا هو I really really love him بس انه كنت حبيت هي والفستان كمان كثير حلو ما بدنا ننسى انه الفستان حلو بس الهدف نقول انه غيري شوي دفتلي وهلا هون كيتي بيري لابسة لأوسكار دي لا رينتا أنا ولا مرة بحب شو بتلبس كيتي بيري بتحبي؟ ما بتحبي أنا I find أنه أمرار لا بس أنه it's fun دايماً. It's fun دايماً عندها خلص touch. مش عطول fun يعني لازم تغيري أنا هيك بس هون حسيت أنه غيرت أنه هيك شوي هادي أكثر إيه مزبوط you know, أنه شعرة is normal فستانة normal ما في شيء هيك كتير أخوات فحبيت بس أنت أفضل إطلالة يعني لكل هال أفضل شيء مين حبيتي أكثر شيء كدرس بفتكر الوايت وان القطع إيه لنيكول ريتشي بفتكر هيدا أكثر شيء حبيته For me this is my favorite إيه وأنا كمان عن جد كتير مميز شو حبيتي أكثر شيء أنا إنه كمان نجرب اتذكر تايلور سويفت حبيت تايلور سويفت لجوليا ماكدونالد very very nice dress مزبوط اوكي شو بدنا نحكي بعد هلا خلينا نشوف let's watch some videos together يلا شو مين بدنا نبلش بجيلو ولا كيتي بيري نو اول شيء خلينا نبلش كيتي بيري هي عملت الاوبننج للشو وبصراحه her performance was amazing حنشوفها هلا she looks like شوفوا مع بعض طيب يلا خلينا نشوف ونتابع كتير حلو الشو ايتو ما في ولا بيرفورمانس على فكره بتقدمها كيتي بيري لما بتكون سبيشال اكزاكت انا عن جد يعني قلت عم بتشوفي مثل فيلم ميوزيكال ما بعرف it is it's a real performance وكمان اكيد كتير حبيت الفاشن يعني انا كتير بحب the geisha style ف that's why I said I have to show you هلا تاني شيء there's this new singer كمان اخذت award during the AMAs اسمها Ariana Grande she's very young بس صوتها
is really really amazing. هلا صار العالم هيك they're comparing her to a young Mariah Carey. Wow. Which is يعني uh-huh. أكيد a huge huge compliment لأنه Mariah Carey عندها يعني بتصور كانت تفردت بالصوت أكيد أكيد فعندك مثلا Mariah Carey وسيلين ديون هيدول يعني they're just هيك legend. They're the voices you know فهي أريانا غراندي هلأ they're comparing her to Mariah Carey و she gave a really nice performance ف I wanted to show you to show you يعني تتسمع يلا خلينا نسمع صوتها yes. خلينا نشوفها You don't need a lot of money You don't have to play no games All I need is all your loving To get the blood rushing through my veins oh. I wanna say we're going steady Ooh, babe Like it's 1954 No comment. Beautiful. عن جد. No comment. رائع. شو بدنا نعلق على هيك صوت و... I don't know. I don't know. She's very very young. I think she's 17. I think she's yeah 17. وأخذت الـ award New Artist of the Year. Which definitely she deserves. I know. With this kind of voice, you know. حلو. Yes. So. رح نشوف هلأ جيلو. بدي نشوف جيلو ايه انا هلا انا جايبه كثير فيديوز بس ما بعرف شو حنلحن خلينا نشوف جيلو اوكي يلا ايه لانه انتهى الوقت خلينا نشوف paying a tribute to Celia Cruz اوكي ف let's see it together كمان a great 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 performance على فكره أنا من أكثر العروض اللي بستمتع فيها عن جد لأنه صوت رقص إيه رقص رقص هي بلشت هلأ This is how she started هي بلشت بالرقص وبعدين نقت ما بتمل حبيتي شو لابسة؟ هون؟ No not really بس إنه less stage you know A lot of the times يعني شو بيكونوا لابسين على stage is very different بس تتبين وهيك But then she goes on again وما بعرف شو بتغير وإنه it looks it's a bit better يعني أها أوكي فإف يو هاف تايم جو أون يوتيوب واحضروها سيفين أكيد أنت باقية معنا لأنه آخر yes. فقرة رح ننتقل مش رح ننتقل بعدنا بعالم الأزياء yes. وأنا نستضيف مصمم كمان مبدع بهالمجال نتعرف عليه أكثر بالفقرة القادمة ولكن بعد الفاصل الإعلان الأخير لليوم بلقاء وصلنا لآخر قسم من حلقتنا لليوم وبعدنا بأجواء الموضة رح نستقبل مصمم الأزياء يلي البساطة هي العنوان العريض لتصاميمه بالكثير من الرقي والدقة بيصمم أزياءه بتحاكي المرأة بكل مناسباتها وأنا رحب سوا بهاس إدريس هاس إدريس جاي هو وسيفين لعنا سيفين وين رحتي؟ تستقبلي هاس؟ وصار هاس He's a very good friend of mine. Oh, I was surprised to see her here. Actually, I'm quite happy. I was quite nervous. كيفك هاس؟ الحمد لله, I'm very good. ماشي الحال؟ I'm great. أول شيء نحن كتير سعيدين بوجودك. أنا كنت من سنة تقريبا وقت أطلقت المجموعة تبعك بالحمرة. بكريمانسو بالشوروم تبعي. بالشوروم تبعك وكان
شغل كتير حلو. خلينا نبلش نتعرف عليك أكتر هاس، نعرف المشاهدين عن هاس إدريس وكيف بلش بعالم الأزياء. كيف بلشت بعالم الأزياء غير شو أنا اليوم بالمبدأ؟ هلا بعدني أنا بعتبر حنا ميزون دو كرياسيون أكتر من ميزون دو كوتور. يعني نحنا we're a team of young, creative, dynamic individual who are trying to push our image forward بالمبدأ. هلا طبعا أكتر شيء انشهرنا فيه هي الكوتور، وأكتر شيء انشهرنا فيه is everything that's fashion related, because obviously you get more marketing, you get more press, and you get more interest, and you get women talking about it, and that is in today's world وهيك still. وهيك كانت الانطلاقة. هاس قبل ما نشوف الفاشن شو، وين بتحس الأكتر محل اكتسبت خبرة بعالم تصميم الأزياء كنت أنت متواجد فيه؟ ليكي ما بتوقف من كذا محل أخذت كذا خبرة. يعني ما فيني أقول إنه أكتر محل اكتسبت فيه خبرة بلندن، يا أما بنيويورك، يا أما باريس، يا أما بيروت، يا أما بالرياض، يا أما بقطر. إنه كل خبرة كانت غير، كل خبرة علمتني شيء جديد. بس تختلف الأذواق كتير. لا نحن اليوم عالم كتير منفتح بعتبره، وأنا زبونتي يعني is quite cosmopolitan وين ما كانت بالعالم. فمش لأنه عم بشتغل بالغرب يعني ذوقهم غير الشرق، ومش يعني الشرق غير الغرب أبدا. بس أغلبية الديزاينرز بيقولوا هيك في اختلاف بالأذواق، لأنه هنن بيبيعوا الفكرة، هنن يلي بفوتوا بزبونة بمنطلق أنه هي زبونة عربية. they stereotype her, but you cannot stereotype your client today. everybody is educated, everybody is open, and internet is at your fingertip. يعني ما صح، ما بشوف فرق أبدا. أكيد أول صبية صارت حاضرة معنا هسا نتعرف أكثر على تصاميمك، منشوفها سوا. عم بضبط اللوك هاس. علقت بالعجقة 3 ساعات ما حقيقة. معلش عجيب. هيدي بيروت. عم بتسلى بالعجقة. طيب خلينا نحكي عن التصميم يلي عم نشوفه هلا. هيدا اتس لونج فيلفت سكيرت مع توب فيو كمان تشيل إليزيون. هيدا فروم ذا كولكشن سويت اند سيلك، ويتش از اتس جابانيز كيمونو تيكن وذ كونتمبوراري جابانيز روك اند رول. أكيد أنا in the story اللي استعملناها which was Pirates and Mermaids. كتير حبيت سيفين. أي هون بدي تعليق لأنه حسيت بحبي على الستايل. أنا بخيط عنده لحاس. سيفين is a very very good client of mine. Yes, and a very good friend نفس الوقت. بس كتير حبيت هيدا، ما كنت شايفته على فكرة. بتتخيلي بغير لون مثلا سيفين؟ يعني أنا بحس الكات بتطلع للون القماشة ونوع القماش كمان. مزبوط. لا أنا ما بتخيله بغير لون، بس أنا ما تنسى أنا كتير بحب الأسود. So I'm a bit biased بهاي الشيء، بس إنه مثلا على الشيء بحب الأحمر وهيك. Tell us about the second dress. هذا موضوع actually it's not a dress. This is an overall بيجي على شورت من تحت. في عليه توف تول. This is inspired by fireworks, which is as far as aesthetics أحلى شيء بلاقيه بالعالم. فرقعات النار النارية. كل فستان عم تستوحي من شيء وعم بتسميه شيء معين. هو لأنه ثابت بالقصة. At some point في the little mermaid اللي بتكون عم تسبح حد البوت وبتشوف الفرقيع، يعني كلها يتها بتنتمي لذات الكولكشن وذات الفكرة بالمبدأ. بس this feels very couture على فكرة. Would you consider this part of the يعني couture piece عندك؟ Would I consider it couture؟ يعني it's just something that I would like to make to measure, yes. It's a delicate cut. Obviously, it could be worn in a prêt-à-porter, but not everybody could pull it off. Alors, once you go prêt-à-porter, you wear it at your own risk. هاس مش بس كمان بتصميم أزياء، حسب ما عرفنا أنك بترسم. مزبوط. من عمر 11 سنة. قدي بتحس قدرت تجمع هالنوع من الفن كمان مع عالم تصميم الأزياء؟ لأليك الصراحة عالم الفن ما كتير بيبين بالفساتين. It's mainly كلياته in the sketchbooks, in the mood boards, بكل الشغل اللي بنعمل من قبل. بس صراحة يعني آخر تنهار أي ميديم بقدر اشتغلها وبعرف اشتغلها بإيدي رح فوتها بأي ميديا معقول اشتغل فيها. يعني ايه اوقات كتير منخلط، يعني اللي شفتوه من قبل كان تابلو عاملينه بالتطريز وبالخيطان.
وقت نقلت على لبنان من 4 سنين ما كنت افهم بالتطريز، ما كنت اعرف، وصار علي كتير طلب شك وتطريز يلي شغلي كل حياتي كتير critical عليها، يلي هي اليوم one of my strong points because I'm very critical about it، ولأنه I go above and beyond being extremely picky لما يبرم على بلدي أما يبرم على شيء كليشي أما يبرم على vulgarity. بس أنت بتحب البساطة نوعا ما بالتصاميم الخاصة فيك، يعني انه بتعتمد الشك بس مش بكثرة. انا عندك عن جد بحس ما انه مثلا في شك وتتريز وهيك، it's always done in a very delicate and feminine way. افتكر ايه absolutely يعني على you would never بس ايش عندك قلت له بقول لك بدي هيدا كله شك وبرلز وهيك بتقول لي وي بتلاقي العكس. لا وبعدين على فكره he always يعني gets it right، بس انه it's always done هيك بطريقه ما في كيف بدي ايه، بس you know more than anybody it looks effortless. يعني اخر فستان حملتيه كان وزنه شي 14 طن يعني بس انه it didn't بس فستان مره يعني ولا احلى من هيك، بس عن جد وزنه يعني بس مش هالقد قادر تجن بالتصاميم. ما في جن مع كل زبونه، لا هلا في عندي زباين بحبوا سامبلز الستات بخافوا من هالخطوه يمكن. لا بس مش قصه هيك، قصه كل زبونه شيء يعني يعني سي فين از نوت ماي ريجولار كلاينت شي ذا تايب اوف بيرسون اي كان جو ابوف اند بيوند ويز. غير زبوني يمكن ما تقبله، يمكن 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 منها مضطره تحمل كل هالوزن عليها هون يعني حسب شخصية، حسب شخصية وحسب قدي بدها تعطيني كرياتيفيتي وقدي قبلني تفوت يعني معك وتجن absolutely and compromise for صح. me. خلينا نشوف الساكن فاشن شو كمان لألك هاس ونعلق على التصاميم اللي رح نشوفها نحن والمشاهدين. يلا اوكي هيدا يلي عم نشوفه it's leggings and كورسيم. فكرة اللاجينج يلي مطرزة والنيود on the side is something that I did من 4 سنين. طبعا ما حدا قياسه من 4 سنين وهلا it's something you'll be seeing a lot this autumn winter. بتذكري انت كنت بالopening وانت يلي قياستي ومن وقتها ما حدا قياسه لحديد اليوم it's going off the hook and we're selling it to everybody which is very ironic. I love it. بحس هيدا ساشا على فكرة كتير بيلبقني ستايل. ايه انا كمان هالستايل هلا انا حطيته مع كورسيه، فيكم تلبسوه مع بليزر، في لبس مع تيشرت زارا بيضاء في بس يكون في شغل هالقد على البنطلون هاس بتكون الكورسيه سمبل ولا هلا لذلك انا مضطر كمل اللوك تبعي بكل كولكشن فانه I went for something that resembles the collection وبذات الوقت ما كتير بيضغط على القطعة. بس انا بالمبدا ايديلي انا بحب شوفه على مرة لبسته مع تيشرت بيضاء ايه لانه مشغول بطريقه كثير حلوه يبين نعطي حقه absolutely ودوك مارتنز وبوتس وعاده يعني انا I like I'm a big fan of dressing down the couture. I like it something that I could not admit normally بس بلاقي هالشغله كثير اتراكتيف وكثير لو بروفايل بالمره اليوم حلو اوكي. شو الفستان يلي عم نشوفه الثاني اوكي هذا اول شيء لازم توطيه شكله طويل عليه هالفستان لانه مش مبين من بعيد كيف الموديل هلا نشوفه هلا اكيد ببين اوكي بيسكلي ذيس از سبرينج سمر كولكشن سكيرت اند توب اند اند هون فتنا بكذا قصات كذا باترون can basically القصه it's Rapunzel's واللي كنا عم نسوي is the waves of her hair and the cuts of the patterns of the collection and it's a conceptual piece بس انه بحب اشتغل اوقات بالقصات بحب اوقات ما يكون الفكره هي تطريز يا اما مولاج يا اما شيء ثاني very nice حبيت very nice شو اكثر ميسي بيقولي شو كان بدها تعلق شو الأقمشة أكتر يلي هيك حب على قلبك هاس بتحب تستعملها بشغلك ليك أنا أحلى شيء عندي إيه هو التشير والأورغانزا شخصيا بس كمان بحب كتير الفلفت ليكلي عم نشتغل على اوتوم وينتر 14 حنشتغل كتير بثرو وبجلد وحناخد يعني رح نبلش نشتغل بميديم الجيلة طبعا هدول ما بحياتي حبيت اتسرع لها لانه
ما كان بدي فوت فيها قبل ما عن جد كون كونفيدنت اباوت وعندك ثقة أكثر إنك عندي ثقة هالخطوة وشغلها لما أكون لأول مرة عم جرب عزباني بالمبدأ إيه أكيد لأنه those are very expensive materials كمان فا إذا يكون عندك شوية بفتكر إنه experience أكثر إنه تبع الفرو والجلد وهيك أشياء it is but the funny bit is that we're using it we're using it to our medium يعني هلا عم نخترع بايات جلد عم نخترع بايات نيبوك شو حلو حيكون هيك الليزر كات البايتات معمولين من الجلد بالشيف تبعونا بهيك يعني we're going more into details عم نشتغل دنتيل لانه نحن شاطرين بالدنتيل طب هاش الست هالقد بتدقق بالتفاصيل الست هالقد بتدقق بالتفاصيل بالقماش بطريقة الشك هالقد كتير بتدخل انتو details اكتر من انه التصميم يعجبها وحبته على جسمها هلا الزبونة عم تحكي عني اما عن الزبونة الست اللي بتقصدك يعني الست انت من خلال خبرتك ليكي this is her choice هي حقها تفوت بالتفاصيل وحقها كمان تنكر التفاصيل تلبسها مرة وتكبها بس هذا ما بيغير كيف انا بدها تطلع من عندي انا بالنسبة لها الى حق وقتها الى حق الناس اللي اشتغلوا عليها يلي سهروا عليها يلي هو انا يعني ما بتعرفي when your client is going to be loyal and when the next best thing comes up but the one thing that you know that's loyal that you have to invest in is your staff and is your team وانا مصلحتي معهم يشتغلوا شغل حلو اكثر من مصلحتي مع زبونه تحب فستانه يعني هدول اول الشغل واخر الشغل عليهم يعني من شروط العمل اذا يعني بدك الحمد لله كمان ليكي I'm very lucky انه بعد 3 4 سنين صار عندي ايكيب سوبر قوي وصار بيفهم أكتر الخط اللي انت متبعه هيدا العمل هلا عم نشوف كمان ديزاين This is coming from the spring summer collection هيدا يعني this collection is called Hair and Exile it's basically about Rapunzel it's basically about war situations هيدا فستان مفروض يكون قميص نوم مع شعر مفرود for spring summer قررنا نفوت اقل فوليوم اقل كوتور يعني بعدنا بالقطع السمبل كتير يعني بتعرفي كيف بال 1930s بعد كل الحروب وكل هيدا things cuts became a lot more simple a lot more delicate I don't like my client to sound silly and to sound unaware of whatever the situation is okay هذا الفستان ملبوس غلط بس بعضه حلو وقتها يلبس هيك بالمبدأ مفروض يطلعوا إيديا من البخويش اللي على البطن ويطلعوا هير شولدرز ايه مبين من وين It's okay بس بعضه حلو على فكرة لا بعضه حلو and I'm still very proud of it هيدي من أوتم حتى لو الست ما عرفت تلبسه وزيتها طالع حلو يعني حر تلبسه مثل ما هي تلبسه يعني أنا أقول لك كيف تلبس فستانة وتشلحه مثل ما بتلبسه يعني حر لا بس هس باختصار انت كيف بتشوف المرأة اللي عم بتصمم لها الست الجريئة باللبس شخصيتها هالقد قوية بتحب تفرض حالها وين ما بتكون موجودة حسب انا لك انا 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 عندي ثلاث زباين عندي الزبونة اللي بتجي لعندي لتلبس مشان تجذب الرجال اللي she would invest بقطعة that is sexy that is timeless تلفت الأنظار normally a monochrome color عندي زبونة اللي بتجي بدها تلبس مشان تكون elegant, sophisticated and classy وعندي زبونة اللي بتجي لعندي مشان تلبس وتفزر 500 مرة حواليتها هلا عادين كلاينت هي زبونة اللي بدها تشد الرجال واللي بدها تفزر النساوين واللي بدها تكون elegant This is my ideal client حلو complete woman complete woman قبل ما ننهي خبرنا هيك شو مشاريعك المستقبلية شو عم تحضر؟ هلا عم نعمل exhibition fine art below gray it starts the 1st of December until the 8th of January وغير هيك كمان فاتين مع سين جود for the charity event for children cancer for on the 4th of December ولا that's good عن جد حلو لكن في معرض بلو جراي بس لنترجم يعني ما عم نلحق لك بال ايه في معرض الفنون الجميلة ما اوكي حكينا عنه نحن قبل وكمان نشاط تاني لمساعدة الأطفال المصابين بالسرطان نعم هيدا كمان بلو جراي بأربع شهر خبرنا عن مشاركتك بهيدا يعني مع مساعدة الأطفال شو هي مشاركتك تحديدا؟
يعني انا بيسكلي عم بعمل ترانك شو، بدنا نجرب نبيع قد ما فينا نبيع obviously to get as much profit as possible for the organization. حلو كتير، نتمنى لكم كل التوفيق هسا بهالمعرض. سيفين كمان استمتعنا بحضورك معنا، وقدي طلع حلو انك بتعرفي لهسا كمان يعني. وحبيت الكولكشن اللي شفناه هلا، مش انه احنا على الهواء يعني. انا ام بيج فان، ف يعني انا لو ما كنت ماسك الميكرو كنت حبيت امسك لها ايدها وشد شد شد. نو يو ديد فيري ويل. اهلا وسهلا فيكم، انبسطنا كثير بحضوركم معنا. سيفين بنشوفك اذا الله راد نكست ويك فور شور. ثانك يو. فإذا هيدي كانت كل فقراتنا لليوم بهالحلقة المميزة. كمان نرجع نهني دبي باحتلالها المرتبة الأولى عالميا لتنظيم معرض إكسبو 2020 الدولي. مبروك عن جديد، ونحن بنشوفكم بكرة إن الله راد. أنا وساشا بنودعكم، باي.